أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكتشر 8، وهي اللاست لكتشر في البلاد، وخاصة بالبلاد جروبس والبلاد ترانسفيوجن. وكعادتنا هنبتدي بالحل الام اس كيو. فهنبص الأول على أسئلة المالتيبل تشويس. والسؤال الأول كان بيقول لي regarding complement system all are correct except، يعني اختار الخطأ. هل complement system acts as chemotaxin، يعني بيساعد عملية اللي هي chemotaxis اللي هي جذب كرات الدم البيضاء، ده صح. هل it acts as an opsonin، يعني بيساعد عملية الأوبسينيزيشن بيستيميليت الفاجوسيتوزيس، الإجابة صح. هل هو سبيسيفيك هيومورال إميونيتي؟ لا، هو نون سبيسيفيك هيومورال إميونيتي، وعليه تبقى دي الإجابة الخطأ المطلوبة اللي هي سي. It's activated by proper دين، طبعا لأنه هو activated بطريقتين، الأنتيجين أنتيبادي رياكشن اللي هو الكلاسيكال واي، والبروبر دين اللي هو الالترناتيف باث واي. سؤال تاني، immunoglobulins A اللي هو طبعا كلنا عارفينه، ده A جرى A اللي هو secretory immunoglobulins، مهم في superficial infection. هل it's responsible for passive immunity، يعني الأم تدي الجنين شوية immunoglobulins بلاش؟ لا، ده immunoglobulin G هو اللي بيعمل العملة دي. هل responsible for the primary response؟ لا، ده الام هو اللي بيعمل الحكاية دي. السؤال الثالث، هل هو السي، هل هو السكريتوري اميونوجلوبولينز؟ دي الاجابه الصحيحه، هو السكريتوري اميونوجلوبولينز، مهم في السوبرفيشال انفكشن، وبيطلع قلنا في التيرز والسلايفا وما شابه. اتس انكريزد ماتش ان الرجي، ده الاميونوجلوبولينز اي. السؤال اللي بعد كده اللي هو اميونوجلوبولين جي اول ار كوركت اكسبت، يعني اختار الغلط، ان الجي كان كروس ذا بلاسينتا طبعا لانه هو مونومير اصغر واحد. It includes the ABO system antibodies؟ لا، the ABO system antibodies هو M type which cannot cross the placenta. It acts as an opsonin، دي إجابة صحيحة. It is monomere، إجابة صحيحة، وعلي حضرتك هتختار، هو طلب الغلط تختار B إن هو it includes the ABO system antibodies، ده خطأ. طيب السؤال بعد كده، CD8 cells هل دي helper T cells؟ لا، ال helper T cells هي CD4. هل هي more numerous than CD4 cells؟ لا، ال more numerous هو ال CD4 مش ال CD8. هل هي يعني ال CD8 cells kill ال angin by perforins اللي هو pore forming molecules زي complement؟ دي إجابة صحيحة، يبقى C هي الإجابة الصحيحة. Are processed in bone marrow and liver، ده B lymphocytes، فدي إجابة خاطئة. Regarding specific immunity all are correct except، اختار الغلط، بنتكلم على specific immunity. هل هي characterized by formation of memory cells؟ صح، includes large lymphocytes؟ لا، ال specific immunity هي المسؤول عنها ال small lymphocytes، احنا قلنا المخ والعضلات. ال T cells recognize the antigen indirectly، طبعا صح. وبعدين ال T helper 2 cell stimulates ال B lymphocytes، طبعا مظبوط، اللي هو الهيومورال immunity، وعليه تبقى الإجابة الخطأ وهي المطلوبة انها large lymphocytes اللي هي B. يبقى الإجابات على النحو الآتي، 1 و 2 الإجابة الصحيحة C for cat، 3 B for baby، 4 C for cat، 5 B for baby. طيب ده قلنا اللي هو الامتحان اللي هو جزء اصيل من المحاضره، وقلت وهعيدها تاني ان التيرم الاكزامينيشن الان تيرم اكزام يعني على الابواب. في الام اس كيو يا اولاد اهم حاجه مش انك تقرا نظري، اهم حاجه انك تحل ام اس كيو. تخيل يعني، يبقى لو هنوزع الوقت مثلا بنسبه 1 الى 2، يبقى 1 نقرا نظري و2 نحل ام اس كيو كتير عشان نعرف الاسئله بتيجي ازاي. ده القسم. تبتدي بقى النهارده باذن الله
اللي هو موضوعنا اللي هو البلاد جروبس والبلاد ترانسفيوجن. فاحنا عندنا البلاد جروبس. اول معلومه احبكم تعرفوها انه الار بي سيز فيها انتيجين اسمه اجلوتينوجين يقابلها في البلازما اهي اللي بشير عليها بالليزر في انتي بوديز نسميه اجلوتينين. يبقى تاني الار بي سيز فيها انتيجين بنسميه اجلوتينوجين والبلازما فيها انتي بوديز بنسميها اجلوتينين. ليه سموا ده اجلوتينوجين وده اجلوتينين؟ لان لما بيحصل انتر اكشن ما بينهم الار بي سيز بيحصل لها اجلوتينيشن. تمام. طيب السؤال الاولاني بقى البلاد جروبس ار كلاسيفايد اكوردنج تو ايه؟ هل اكوردنج للاجلوتينوجين اللي في الار بي سيز ولا الاجلوتينين الانتي بوديز اللي في البلازما؟ الاجابه لأول سؤال classified according to the RBC's agglutinogen اللي هو الأنتي. السؤال الثاني هنسألك طيب هو موجود فين جوه الـ RBC's؟ احنا قلناها يا أولاد ان اي أنتيجين فيما عدا البكتيريا التوكسينز بيبقى attached to the cell membrane وديني بشير عليها بالليزر اهو. يبقى أول سؤال blood groups are classified according to the RBC's agglutinogen antigen not according to the plasma agglutinin or antibodies. يعني المهم الRBC's افتكرها اهو. طيب الاجلوتينوجين بتاع الRBC's موجود فين؟ كأي agglutinogen antigen attached to the cell membrane. قلنا usual antigen attached to the cell membrane. بعد كده بقى معلومة عامة بقولها حتى للزملاء الأصغر سنا ان عندنا اراوند 35 طريقة نعمل بيها بلاد جروبينج. انما يبقى في ال 35 مجموعة من انواع الاجلوتينوجين يعني يمكن تقسيم البلاد جروبس حوالي 35 طريقة فيهم طريقتين هما اللي مهمين اللي هما الـ ABO system والـ RH system بس. ليه؟ لان الانتي بوديز في الانواع دي ممكن تعمل مشكلة في الانواع الاخرى مفيش انتي بوديز ممكن تعمل مشكله. يبقى مش عاوزك تتصور ان البلاد جروبس يا اما اي بي او سيستم يا اما ار اتش سيستم. لا هم 35 بس دول اهم. اهم ليه؟ لان الانتي بوديز بتاعتهم بتعمل مشاكل واحنا شغلتنا كاطباء ان احنا نحل المشاكل. في فقر المعلومات العامه يا اولاد انه اكتشاف البلاد جروبس انتي بوديز ده كان في سنه 1900 بعالم نمساوي بتاع فيسيولوجي اسمه كارل لاندشتاينر سنة 1900. تصور قبل سنة 1900 دي كان واحد يعمل جراحة ينقلوا له دم وهم مش فاهمين فيه بلاد جروبس. فطبعا يحصل انكومتابيليتي ياخد فصيلة غلط ما مش فاهمين الفصائل وتنتهي بكوارث كاتاستروفي. عشان كده استحق كارل لاندشتاينر ده انه ياخد في سنه 1930 جائزه نوبل. يعني هو اكتشف البلاد جروب في 1900 انما خد جائزه نوبل في 1930 على الاكتشاف ده. هاوفر من المعلومات الطريفه ان هو ما اكتشفش غير الاي والبي والاو ما عرفش ان في فصيله رابعه اللي هي الاي بي. يعني عرف فصيله الاي والبي والاو ثلاث فصائل لكن ما عرفش الاي بي. اللي عرف فصيله الاي بي ده كان في سنة 1902 راجل تاني بس ما خدش حاجة اسمه ألفريد فون دي كاستيلو. ونفس كارل لاندشتاينر ده اللي لولا كارل لاندشتاينر ما كنا نقدر نعمل الجراحات الرهيبة اللي بنعملها وننقل الفصيلة الصح فما يحصلش انكومتابيلتي. هو نفسه برضو اللي اكتشف الار اتش سيستم. يعني العالم ممتن لكارل لاندشتاينر في اكتشاف الاي بي او سيستم وفي اكتشاف الار اتش سيستم. اكتشاف الاي بي او سيستم في سنه 1900 واكتشاف الار اتش بعد كده في سنه 1940. انما هو حاز جائزه نوبل في سنه 1930 يعني قبل ما يعرف الار اتش على الاي بي او سيستم.
خدها في سنة 1940، الزو انه ما عرفش الاي بي سيستم. كانت هذه يا اولاد فقرة التاريخ واللي في نفس الوقت هي المعلومات العامة. نرجع بقى لموضوعنا تاني. انا عاوزك في كل جروب تعرف لي اربع نقاط. لو جالك اتكلم على الاي بي سيستم او الار اي سيستم، غالبا ما بيجيش كده، بيجي الامبورتنس. انما لو جات لك الحكاية بهذه الصورة هتتكلم عليها في اربع نقاط اهي، تعال نشوفهم مع بعض. تقول لي الار بي سيز اجلوتينوجين اللي هي على اساسها بنقسم الجروب، يبقى دي نقطتين. وبعدين البلازما اجلوتينينز اللي هي الانتي بوديز والبرسنتج، يعني نسبه هذا الجروب قد ايه. يبقى البرسنتج والجروب والار بي سيز اجلوتينوجين والبلازما اجلوتينين. نبتدي بالاي بي او سيستم مع بعض. عندي اربع فصائل. لو الـ RBCs agglutinogen هو A هتبقى دي فصيلة A، احنا بنقسم حسب الـ RBCs. لو B، لو عنده B agglutinogen هيبقى فصيلة B. لو عنده A و B هيبقى AB، ما عندوش يبقى O. هذه الأربع فصائل، لو A يبقى A، B يبقى B، AB يبقى AB، ما عندوش يبقى O. طب تعال نيجي بقى للبلازما agglutinin. لو انا بلاد جروب A، فكر معايا كلام بسيط خالص، ما يصحش يبقى عندي في البلازما انتي A، والا هحطم نفسي فيبقى عندي انتي B. طب ولو B، قولها انت بقى، يبقى عندي انتي A. طب ولو AB، ما يبقاش عندي اجلوتينين خالص. طب ولو O، ما عنديش اجلوتينوجين، يبقى هنا ممكن يبقى في انتي A وانتي B. يبقى لازم كل انسان يبقى عنده الاجلوتينين المواكب للاجلوتينوجين اللي هو ما يضرش الاجلوتينوجين. يبقى لو انا عندي ايه، ما يصحش يبقى عندي انتي، يبقى عندي انتي بي، بي يبقى عندي انتي ايه، اي بي يبقى ما عنديش، او يبقى عندي الاثنين. تمام. ولا تنسى بقى سؤال هنا مهم جدا في الام اس كيو، ان هذا النوع من الاجلوتينين اميونوجلوبولينز ام، اللي هو زي ما رسمه لك بنتامير، كان نوت كروس ذا بلاسينتا. عشان كده مفيش مشاكل بين الام وجنينها لو اختلفوا في الاي بي سيستم. تبقى عارف ليه، ليه لو هي بلاد جروب A وهو البي جنين بلاد جروب B ما بيحصلش مشاكل، لان الانتي بوديز من نوع الاميونوجلوبولينز ام. هقول لكم معلومه بس من فضلكم ما تقولوهاش، وحتى بقولها للزملاء اساسا، هل المشاكل عمرها ما تحصل في الاي بي سيستم؟ لا، ساعات بتحصل، ساعات بيبقى فيه فيري رير ان الانتي بوديز بتاعت الاي بي سيستم بتبقى من الجي تايب، خاصه في حاله اللي هو يعني لو انتي اي وانتي بي ممكن يحصل مشاكل، بس ده اكستريملي رير انه يبقى في هذه الحاله ان يبقى الانتي بوديز من الجي تايب، لان الانتي بوديز بتاعت الاي بي سيستم يعني مش في الاغلب، اولموست بتبقى الام تايب which cannot cross the placenta. المعلومه دي من فضلكم ما تقولهاش لحد، ان هل لا يوجد مشاكل على الاطلاق في الاي بي سيستم؟ لا، ساعات بس اكستريملي رير لو الانتي بوديز ما بقتش بالام تايب وبقت بالجي تايب، ولا اكستريملي رير كونديشن، دي ما نقولهاش. نيجي بقى حاجات انتوا عارفينها بس انا عاوز يعني ايه يعني نعرفها بصوره الطف. بص معايا من فضلك، كلنا حافظين الوراثه في البلاد جروبس، ان احنا عارفين الاتي يا اولاد، ان الـ A والـ B دول codominant يعني سائد، بس لو في جين A وجين B يبقى انا اطلع AB، يعني عشان كده يسموهم codominant يعني متساوي السيادة. الـ O ده recessive. كلكم حافظين معلومة جميلة قوي قوي، انه اليونيفرسال دونر هو الـ O، واليونيفرسال ريسيبيانت هو الاي بي. تمام، كلنا عارفين هذا الكلام. انا عندي تامل جميل يثبت انه وراء الخلق خالق. يبقى مين افيد الاشخاص للبشر؟ اللي هو بلاد جروب او. ليه؟ لانه ده بيدي كل الانواع، يعني راجل معطاء يونيفرسال دونر، يقدر يدي دم لاي عيان محتاج دم. فبرغم ان الاو ده ريسيسيف
فكر معايا دي حته حلوه يعني اعتبرها فقر معلومات عامه. اوريسيسيف لو الطبيعه هي اللي وراء الخلق، الصفه المتنحيه هو متنحي كان المفروض تبقى كتيره ولا قليله؟ جاوبني انت. الصفه المتنحيه المفروض تبقى متنحيه تبقى قليله. لكن لما اقول لك ان الاو هو اكثر انواع البشر 45% من البشر بلاك جروب او لانه هو الاكثر نفعا للبشر، تعرف ان وراء الخلق خالق، ان ربنا سبحان الله كسر القاعده الطبيعيه، القاعده الطبيعيه ان الاو متنحي يبقى المفروض يبقى قليل، بس الاو هو افيد واحد. فربنا كسر هذه القاعده اللي بناخدها في الفيزيكس ان المتنحي يبقى قليل، وبرغم ان الاو ريسيسيف فهو اكثر انواع شيوعا 45% لانه اكثرهم نفعا للبشر لانه يونيفرسال دونر. طب نقطه ثانيه لطيفه جدا تؤكد اللي بقوله. طب الاي والبي كودوميننت يعني ده سائد يعني ثنائي السياده كودوميننت، بس هو في نفس الوقت اقل الناس نفعا للبشر. انت قلته ليه؟ لان ده يونيفرسال ريسيبيانت يعني بياخد من كل الناس وما يديش لواحد زيه بتاع الانانيه، ياخد من كل الناس ياخد. طب هو كودوميننت، لو كانت الطبيعه هي اللي وراء الخلق يا اولاد كان يبقى الاي بي ده ايه رايك فيه بقى؟ ادام ان هو كودوميننت كان لازم يبقى اكتر انواع البشر لانه كودوميننت، لكن لانه اقلهم نفعا للبشر فمره تاني ربنا كسر القاعده الطبيعيه، وبرغم ان كودوميننت المفروض يبقى كتير، لا هو مش كتير، هو اقل انواع البشر عددا وهو 5%. ده يثبت شيء واحد ان هو وراء الخلق خالق، ان احنا مش مصارين بالقواعد الطبيعيه. القاعده الطبيعيه بتقول المتنحي يبقى قليل والسائد يبقى كتير. طب هنا المتنحي اللي هو ايه؟ او اللي هو ريسيسيف هو اكثر انواع البشر نفعا للبشر فربنا خلق اكثرهم 45% من الناس او. طب والاي بي اقل انواع البشر نفعا للبشر فربنا خلق اقلهم 5% برغم ان هو كودوميننت. اتمنى تبقى النقطه وصلت. ومره اخرى ما عشقت مثل عشق النظام يا اولاد، فانت في كل بلاك جروب لازم تشرح لي 4 نقاط: البرسنتج وبعدين الجروب ونوع الاجلوتينوجين الانشن في الار بي سيز، وده الاهم ده اللي على اساسه التقسيمه، وعليه تستنتج نوع الاجلوتينينز اللي هو الانتي بوديز في البلازما تختار النوع المناسب. طيب تعال نشوف بقى معلومة الأول مرة هتفهمها، هو ليه الأو يونيفرسال دونر والأي بي يونيفرسال ريسيبيانت. أهو أنا واخد حالة هي رسمها لك أهو، ده الدونر أو يبقى عنده أنتي أي وأنتي بي، والريسيبيانت أي بي يبقى ما عندوش حاجة هنا. يعني نقلة طول عمري بقولها في المحاضرات شكلها صح الصح، يونيفرسال دونر بيدي يونيفرسال ريسيبيانت، او بيدي اي بي، في اعلى من كده؟ طيب بص السؤال الرائع، ليه الانتي اي والانتي بي ما تحطمش الاي بي بتاع الريسيبيانت؟ الانتي اي والانتي بي بتاع الدونر ما تحطمش الاي بي بتاع الريسيبيانت، يعني حاجه ليه ما تحصلش كده؟ تعال نفكر بقى. النقطه اللي اول مره حضرتك تعرفها وتاخد بالك منها، ركز في الرسمة، أنا زي ما بقول بأرسم ما أعنيه وأعني ما أرسم. شايف أنا رسم لك البلاد بتاع الريسيبيان، بلاد كبير يعني الريسيبيان مثلا عنده 4.5 لتر، الإنسان عنده حوالي 5 لتر في متوسط الدم، وهيتنقله 0.5 لتر من الدونر، خلاص؟ طيب في هذه الحالة يبقى كمية الأنتي بوديز بتاعت الدونر قليلة، هتتخفف في البلاد الكتير بتاع الريسيبيان فتصبح ليست ذات بال. يبقى فهمت ليه برغم ان الدونر عنده انتي اي وانتي بي ما بيحطموش الاجلوتينوجين اي بي بتاع الريسيبيانت؟ لان كميته صغيره، لان الريسيبيانت ده عنده 4.5 لتر وهيتنقل 0.5 لتر، حتى مربع صغير اهو، يعني كميه صغيره من الانتي بوديز هتتخفف في البلازما بتاعت الريسيبيانت فتصبح ليست ذات فعليه. واعلمكم معلومه جميله جدا للزملاء الاصغر سنا،
افتح ودانك بقى الاوائل. لما تركيز الانتي بوديز يقل لا يصبح قليل الفعالية، وانما يصبح افتح ودانك منعدم الفعالية. يعني في تتر معين، يعني تتر تركيز معين للانتي بوديز عشان يشتغل. اعتبروا حاجة زي الثريشولد كده في كلامنا في الفيسيولوجي، لو نزل تحت التتر ده الثريشولد ده كأنه مفيش انتي بوديز خالص. يعني الانتي بوديز الكتير تعمل تفاعل جامد، طب والقليلة خالص مش تعمل تفاعل قليل خالص، بتعملش خالص. لازم يبقى في تركيز معين، كونسنتريشن معين، تتر معين عشان خاطر الانتي بوديز تبقى لها فعالية. فطول ما انت بتدي كمية صغيرة من الدونر للريسيبيانت اللي هو عنده دم كتير، انا بتلقى دم كتير وبتلقى نص لتر بس من الدونر، فالنص لتر ده بيتخفف جوه جسمي، فالانتي بوديز بتصبح قليلة التركيز، فتصبح مش قليلة الفعالية، لا فعالية على الاطلاق. طيب تعالى بقى نطلع بالمعلومة الرائعة دلوقتي. طب تعالى بقى in case of large volume transfusion، يعني لو واحد ريسيبيانت فقد نص دمه اهو فاضل النص، فالدونر جبنا له دم او من كذا واحد او نص الدم، يعني الدونر بيدي كميه كبيره للريسيبي، اهي بص بنفسك هتنتهي بكارثه. يبقى الانتي اي والانتي بي هنا مع انه يونيفرسال دونر بيدي يونيفرسال ريسيبي هيحطم الاي بي. يبقى فكره نحط بقى قاعده مهمه جدا اول مره تاخد بالك منها، للاوائل ما يقولش الاو يونيفرسال دونر والاي بي يونيفرسال ريسيبيان. اهم كلمه only in a small volume transfusion، يعني هذا الكلام صحيح لو نقلنا كميه دم قليله. in a small volume transfusion الاو is universal donor والاي بي is universal recipient. لكن اهي بص الرسمه الثانيه in case of large volume transfusion، لا لا اهي ما انت شايف الرسمه ادي يونيفرسال دونر او يونيفرسال ريسيبيانت اي بي، هتنتهي بكارثه لان الانتي اي والانتي بي في حاله اللارج فوليوم كميتهم كبيره ما بينزلوش تحت التركيز القليل اللي مش هيصبح عديم التاثير، هيحطموا الاي بي تماما تحطيمه. يبقى نقول بقى القاعده الجميله لاول مره تعرفها كويس، ان كيس اوف لارج فوليوم ترانسفيوجن ذا اي بي از نو مور يونيفرسال ريسيبيانت اند ذا او is no more universal donor، وحتى رسم لك علامة الموت. يعني طب في هذه الحالة نعمل ايه لو الريسيبيانت احتاج كمية دم كتيرة؟ لازم كل واحد ياخد the same blood group، يعني الـ A ياخد A والـ A B ياخد B والـ A B ياخد A B والـ O ياخد O. in case of large volume transfusion لو احتاجت تدي العيان كمية كبيرة ما تطبقش القاعده بتاعت ان الاو يونيفرسال دونر تدي له او، اوعى تعمل كده لان ده بالعكس ده الاو هيبقى اخطر انواع الدم. عارف ليه؟ بص للرسمه، لان الاو هيبقى عنده انتي ايه وانتي بي يحطم اي جروب في وشه. انما ليه لما بتدي منه كميه صغيره ده ما بيحصلش؟ لان كميه صغيره بيتخفف الانتي بوديز فتركيزها بينزل تحت تركيز معين تحت تتر معين فتصبح مش قليله الفعاليه معدومه الفعاليه. وتعلمنا بقى والزملاء الاصغر ان في كونسنتريشن تتر معين للانتي بوديز تحته يصبح اوف نو فاليو. يبقى دي معلومه اتصور جديده عليك، كلكم فاكرين ان الواحد عارف البلاد جروبس كويس، لكن النهارده مع بعض هنكتشف ان في خبايا في البلاد جروبس ينبغي معرفتها. يبقى صلحنا حاجه الاوائل النهارده، ان الطالب العادي يقول الاو يونيفرسال دونر والاي بي يونيفرسال ريسيبيانت، هذه المعلومه تنفع في السكندري سكولز لكن ما تنفعش الطالب طب. only in small volume transfusion the O is universal donor and the AB is universal recipient. يبقى فين الكلمه المهمه in small volume transfusion؟ انما in large volume transfusion the O is no more universal donor and the AB is no more universal recipient. كل واحد لازم ياخد its own blood group. معلومة تاني الأوائل، في حاجة اسمها سب جروب، اكتشفوا بعد كده حاجة اسمها سب جروب، اكتشفوا إن في نوعين من الـ A، يعني دي تعرفها كمعلومة كده إن في A1 و A2 وعليه الـ AB ينقسم إلى A1B و A2B، ده يسموه سب جروب. سب جروب يعني لو سألك لأك متميز جدا، طب تسمع عن حاجة اسمها سب جروب؟
ان الاي بينقسم الى نوعين واحد واثنين وعليه الاي بي الى نوعين A1B وA2B. طيب دي اول حاجة يا ولاد دي الكلاسيفيكيشن. يبقى ما تنساش اول سؤال كان مهم ان الكلاسيفيكيشن according to ايه according to اهي هجيبها لك في الصورة to the RBCs antigens agglutinogens. تمام. تاني معلومة كانت مهمة ان فين الاجلوتينوجين دي على كأي اج انتيجين موجودة على السيل ممبر بتاع الار بي سيز. تالت معلومة في الامس كيو مهمة جدا ان هذا النوع من الانتي بوديز اولموست بيبقى اميونوجلوبولينز ام. في احوال نادرة جدا ما تقولش الكلام ده للزملاء ممكن يبقى جيف في الحالة دي هيعدي البلاسينتا وتحصل بروبلم زي ليك انت تتعلمها عشان ما تستغربش تقول دكتور ناجي قال لنا. طيب رابع معلومة تعلمناها يا اولاد ان ربنا كسر القواعد الطبيعية لصالح البشر. فبرغم ان الاو متنحي لكن لانه الاكثر نفعا فخلاه اكثر البشر في الدنيا. 45% من الناس قول universal donor ده امتى in case of small volume transfusion. والاي بي برغم انه كو دوميننت يعني كان مفروض يبقى كتير ربنا خلاه 5% بس انه اقل الناس نفعا راجل اناني بياخد من كل الناس وما يديش غير واحد زايد. ثم اخر معلومة تعلمناها ان حكاية الاو يونيفرسال دونر والاي بي يونيفرسال سيبيان دي اونلي ان كيس اوف سمول فوليوم ترانسفيوجن. ان ان لارج فوليوم ترانسفيوجن ذا او از نو مور يونيفرسال دونر اند ذا اي بي از نو مور يونيفرسال سيبيان. كل واحد لازم ياخد اتس اون بلاد جروب. واخر معلومه تعلمناها ان في سب جروب اللي هو الاي بتنقسم ل1 و2 والاي بي ل1 A1B وA2B. طيب نيجي بقى لدره هذه المحاضرة الـ importance of blood groups اللي هي قلنا كان بقى للأوائل هما مش بس الـ ABO-system والـ RH دول أهم لأن الـ antibodies يعتد بيها إنما في أكثر من 35 blood group. إيه أهمية الـ importance of ABO-system؟ واحد طبعا في الـ blood transfusion لو بدأت بغيرها تاخد صفر في الـ blood transfusion. إن قبل سنة 1900 قبل كارل لاندشتاينر في سنة 1900 كان بتنتاب كوارث. أي عام ينزل في نقول له أي دم مش فاهميني في بلاد جروبس تنتاب كارثة. عشان كده خد جائزة نوبل قلنا فاكر في سنة كام اللي عندهم ذاكرة في الأرقام 1930 وهو نفسه اللي عرف الـ RH system. يبقى أهم حاجة في البلاد ترانسفيوجن وهتكتب المعلومات اللي قلناها قبل كده اللي هي الجميلة إن الطلبة هيكتبوا الـ O universal donor الاوائل هيزمدوا only in small volume transfusion. الطلبة هتكتب الـ AB is universal recipient حضرتك هتكمل only in small volume transfusion. تمام؟ لان هي نقلة شكلها صح الصح universal donor O بيد universal recipient AB. السؤال ليه ده ما يحطمش ده عشان ده كميته صغيرة بيبقى diluted هنا فبيصبح مش قليل الفعلية. انت حفظت لما ينزل تحته concentration نسميها تتر معين بيصبح عديم القيمة. وعليه احنا مين اللي يهمنا في البلاد ترانسفيوجن يعني يهمنا رياكشن في هذا الاتجاه اللي هو ما بين الريسيبيانت اوف بلازما والدونر الار بي سيز. يعني اقول لك طريقة فاني لانك بتنقل كميه صغيره لو حصل انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن عارف مين اللي بيتكسر مش كرات الدم بتاعتك بتاعت الريسيبيان كرات الدم المنقوله اليك. يبقى لما بنقل دم غلط بكميه صغيره غلط مين اللي هيتكسر مش الكرات بتاعتك كرات الدم المنقوله اليا. ليه؟ لان الكميه الصغيره الانتيبادي اللي فيها بيتخفف عنها ما ياثرش على الار بي سي بتاعتي خالص انما انا عندي الكميه الكبيره فلما تديني دم غلط عندي انتيبادز كتير يكسر كرات الدم الغريبه المنقوله اليا. يبقى دائما ابدا لما بننقل دم غلط دي معلومه اول مره تاخد بالك منها ان اللي بيكسر كرات الدم المنقوله اليا مش بتاعتي وان كان طبعا مش هتفرق لان الكسار جوايا فهموت والا هنعمل زي جحا لما بيقولوا المركب هتغرق فسكت شو قال لهم هي بتاعتنا القضيه مش بتاعتك ولا مش بتاعتك ما حضرتك فيها هتموت. فلما يعني مش مهم هي بس معلومة طريفة ان لما بنقل دم غلط اللي بيتكسر مش كرات الدم الحمراء بتاعتي المنقولة اليه وانت فاهم ليه؟ لانه
الانتي بوديز بتاع الدونر كميته قليله ما ياثرش في الكرات بتاعتي خالص لانه بيتخفف بينزل تحت التتر، انما انا عندي انتي بوديز كتير بتكسر الكرات الغلط اللي بتقول عليها. دي معلومه جميله تبقى عارفها. فهتقول اول اهميه في البلاد ترانسفيوجن، الطلبه هتقول الاو والاي بي انت هتكملهم الاو يونيفرسال دونر والاي بي يونيفرسال ريسيبيانت اونلي ان سمول فوليوم ترانسفيوجن. وهتقول ان ان سمول فوليوم ترانسفيوجن وي ار كونسيرند with one limb of the reaction اللي هو الرياكشن ما بين الانتي بوديز بتاعت الريسيبيان والار بي سيز المنقوله اليها بتاعت الدونر. طيب ثاني معلومه، ايه اهميه الاي بي او سيستم في الديسبيوتد بيرنت هود، الابوه المدعاه؟ لو طفل اتلخبط ومش عارفين هل الاسره دي هي صاحبه الطفل ده في مستشفى ولا الاسره الثانيه، تساعدنا البلاك جروبس. طبعا دلوقتي في الدي ان ايه اهم، محدش بيعمل الكلام ده. disputed parenthood يعني ابوه مدعاه، انتوا حافظينها من ثانوي بطريقه جميله، هل هي تثبت ولا تنفي؟ لا هي تنفي بس، it's a good negative test. ما تقولش ان الطفل ده لازم يبقى بتاع الاسره دي، يا بتاع الاسره دي افهم يا من شابهها في البلاك جروبس. افرض 10 اسر بتتخانق، لا يمكن يجي من الاسره دي، لكن ممكن يبقى بتاع دي او دي او دي. اذا هي جود نيجاتيف تيست مش جود بوزيتيف تيست. ليه بقى؟ لان البلاك جروبس يا اولاد صفات موروثه، بناخد جين من الاب وجين من الام وعلى اساسهما يتحدد البلاك جروب. طالب يقول لي من فضلك علمنا الوراثه في البلاك جروب، قلت له معلمتك اوريدي، قلت لك ان الاي بي كودومينانت اما الاو ريسيسيف، يبقى الاي بي اند او اجلوتينوجين ار انهيريتد مورثه، تاخد جين من ابوك وجين من امك. طيب الاي والبي كودومينانت، الاو ريسيسيف. تعال اعلمك بقى الوراثه في البلاك جروب. لو انا خدت اي من ابي واي من امي او اي من واحد واو من الثاني هطلع بلاك جروب اي لان الاو ريسيسيف. لو خدت بي من واحد وبي من التاني او بي من واحد واو من التاني هطلع بي لان الاو ريسيسيف. امال امتى اطلع اي بي؟ لو خدت من ابويا ايه ومن امي بي اطلع اي بي. طب وامتى اطلع او؟ لو خدت من ابويا او ومن امي او اطلع او. خد بالك بقى، ده يسموه جينوتايب، انما الاكشوال جروب انا طلعت ايه يسموه فينوتايب. افتكر حتى العيش الفينو. يبقى ما تلخبطش لما يسألك قول لي الجينوتايب او قول لي الفينوتايب. يعني هدي مثال، لما يقول لك واتس يور فينوتايب، حضرتك بلاك جروب ايه؟ تقول له ايه؟ هيقول لك طب واتس يور جينوتايب؟ تقول له في احتمالين، يا اما ابقى اي اي يا اي او. واتس يور فينوتايب مثلا، مثال اخر اقول له بي. طب يقول لك واتس يور جينوتايب، يعني قول لي بقى التركيب الجيناتي بتاعك. تقول له في احتمالين، يا الجينات بتاعتي بي وبي يا بي وO. طيب عارف اسهل واحد في الاجابه ايه؟ هو الاي بي. واتس يور جينوتايب، واتس يور فينوتايب، اقول له اي بي. واتس يور جينوتايب، اي بي برضه. يبقى نفس الاجابه في جينوتايب اي اف ال فينوتايب، اوعى تنسى دي. يبقى تاني، تركيب الجيني التو جينز يسموهم الجينوتايب، انما انا طلعت بلاك جروب ايه يسموه فينوتايب. ما تلخبطش في الشفوي. واتس يور فينوتايب تقول يور اكشوال بلاك جروب، يا ايه يا بي يا ايه بي يا او. واتس يور جينوتايب دي فيها احتمالات، لو انا ايه في احتمالين، لو انا بي في احتمالين، لو ايه بي في احتمال واحد، ايه وبي او او احتمال واحد او او. طيب سؤالين جمال جدا يا اولاد، لو راجل او اتجوز واحد ستة ما نعرفش البلاك جروبس بتاعها، ايه الطفل الوحيد اللي يمكن يخلفه ولو طلع ان هو ده الطفل ابنه يبقى ده مش ابنه ده ابن الجيران؟ الاي بي كيد. الاو بيرنت كان نوت هاف اي بي كيد ايا كان زوجته. طب وللاب؟ الاب اي بي. خلاص، مين الطفل اللي لو طلع له يبقى مش ابنه ابن الجيران؟ الاو كيد. يبقى الاو الاب الاو عمره، او الام طبعا بس انا بقولها كمثال، يعني الاو بيرنت كان نوت هاف اي بي كيد
and the AB parent cannot have OK. تاخد بالك منها في الامس كيو. انا هديكو يعني homework fun يا اولاد. بيعملوه just for luxury كده في for fun اسف. تفتكروا ايه البلاد جروبس بتاعت ادم وايف اللي طلعت كل الفصائل؟ وعلى فكرة مفيش احتمال واحد. ومش هقول لكم محاضرة قادمة اقول لكم عدد الاحتمالات. يعني ايه البلاد جروبس اللي بدأ بيها ادم وحواء ادم انت ايف اللي طلعت كل الفصائل المعروفة في الابيو سيستم؟ حطوا كل الاحتمال، مش ضروري في الفيرست جينيريشن، مش ضروري في الجيل الاول، حتى في الجيل الثاني في الجيل الثالث حط لي كل الاحتمالات. اي حاجة اعملها كده وانت فاضي خمس دقايق وتباروا مع بعض، حاجة لطيفة. طيب يبقى ده الامبورتنس اوف اي بي سيستم، سؤال نظري. على فكرة الاوائل ممكن يضيف حاجة تالتة بس دي طبعا مش هيتوقعها الزملاء، وهي هل في فايدة تالتة للبلاد جروب؟ طبعا ايه اهمية الاي بي سيستم؟ بلاد ترانسفيوجن بطريقتي ثم بلاد ترانسفيوجن ثم بلاد ترانسفيوجن، شوف دي الاهم بما لا يقارن، ثم الابوه المدعاه ديسبوتيد بيرنتود. ان البلاد جروبس بتساعدنا في السستابيليتي تو سيرتن ديزيزز. يعني من البلاد جروب بتاعك نقدر نقول انت اكثر عرضه يجي لك ايه. وادي مثال حتى ده جاست تقوله الفخامه كده الاوائل يقولوها، ان انا عندي ميزه ثالثه لمعرفه البلاد جروبس. خلاص ايه الميزه الثالثه؟ السستابيليتي تو سيرتن ديزيزز. وهدي مثال زي الاو مثلا. فالاو ده معروف ان هو اكثر عرضه ان يجيله كانسر بنكرياس، اكثر عرضه ان يجيله بليدنج ديس اوردرز، ينقص عنده فاكتور 8 والجزء المرتبط بيه اللي هو الفونفل براند، لانهم اكثر في الاو من بقيهم. بينما البلاد جروب بي يبقى اكثر عرضه ان يجيله سرطان مبيض. الستات اللي عندها بلاد جروب بي اكثر عرضه يجيلها اوفيريان كانسر. البلاد جروب اي اكثر عرضه ان يجيلهم ستومك كانسر. يبقى انا تملي بديك اجابه تميزك عن الباقي، باين انت راجل قاري وبتفتح تكست بوكس وبتروح مكاتب مش قاعد في كتاتيب. وحتى حب الزميل الفاضل اصغر سنا لما يدخل يقول الكلام ده فيبان ان المحاضره قيمه، مش يسمع كتب. يبقى نمره واحد بلاد ترانسفيوجن، اثنين بلاد ترانسفيوجن، ثلاثه بلاد ترانسفيوجن، اربعه ديسبوتد بيرنت هود. طب لو عاوز خمسه السسبتابيليتي تو سيرتن ديزيزز، وقلت امثله ليها. الاي كانسر ستومك، البي كانسر اوفري، الاو بيبقى اكثر عرضه للكانسر بانكرياس والكانسر بتاع الجلد سكين كانسر والبليدنج تندنسي. نيجي الموضوع الاهم يا اولاد، هو الامبورتنس اوف ار اتش سيستم. خلاص اهميه الار اتش سيستم. دلوقتي نفكر مع بعض. قلنا الـ RH system دي برضو اكتشفه كارل لاند شتاينر بس في سنة 1940، يعني بعد 40 سنة الـ RH system. تعال نشوف في الـ RH system، فكر مع بعض. برضو الـ RH صفات موروثة، الواحد بياخد جين من الأب وجين من الأم وعلى حسبهما بيتحدد الـ blood group على حسب الجينات دي. اولا ليه سموها RH factor او ريسس فاكتور؟ نسبه لنوع معين من القرود اسمه ريسس مونكيز. خلاص يبقى ال RH جت من نوع من القرود اسمه ريسس مونكي. معلومات عامه جميله. المعلومه الثانيه الجميله ان كل القرود بوزيتيف، مفيش قرد نيجاتيف، وهتفهم ليه هقولها دلوقتي بطريقه لطيفه. طبعا الـ RH factors كتير اهمهم الـ D capital antigen، يعني اهم antigen هو الـ D capital. ليه بقى؟ لان ده اللي ممكن يتكون ضده antibodies اسمها anti D capital ويحصل مشاكل. فلو انا عندي D capital antigen يبقى انا زي القرد RH positive. لو انا ما عنديش D capital antigen هنحط D lower case اللي هو الحرف الصغير، يبقى انا RH negative. حلو كده؟ تاني يبقى احنا قلنا ان الار بي سيز بتتقسم تاني حسب ايه يا اولاد؟ حسب الاجلوتينوجين ولا حسب الاجلوتينين اللي في البلازما؟ جاوبوني انتوا. حسب الاجلوتينوجين، الانتيجين اللي موجود في الار بي سيز. وحتى قلنا موجود فين؟ بص للرسمه وجاوبها بالرسمه. موجود على السيل ممبرين. في انواع كتيره من الار اتش انتيجين بس اهمهم مين؟
اللي هو الدي كابيتال. ليه؟ لان هو ده اللي فيه ضده انتي بودز، ده اللي ممكن يتكون ضده انتي بودز. طب واحنا قلنا ان البلاد جروب صفات موروثه، فانا باخد جين من الاب وجين من الام، فلو خدت دي كابيتال من الاب ودي كابيتال من الام هبقى ار اتش بوزيتيف. الاحتمال الثاني ان انا اخد دي كابيتال من واحد ودي لوور كيس من واحد، او الثالث الاحتمال الثالث اخد الاثنين دي لوور كيس يعني سمول لتر. ايفن لو انا عندي دي كابيتال انتيجين واحده برضو واحده، فانا ار اتش بوزيتيف. يعني في يوجد احتمالان اخذ على كونهما بوزيتيف، واحتمال واحد اخذ على كونه نيجاتيف. تمام؟ يبقى في احتمال اخذ على انه نيجاتيف، واثنين اخذ على انهم بوزيتيف. يبقى فهمت؟ سهله. طيب عليه بقى حضرتك تتوقع ان مين عددهم يبقى اكتر في الدنيا؟ البوزيتيف. انا الحقيقه عاوز اقولها بطريقه برضه تامل في خلق الخالق، فاقول جمله رهيبه دلوقتي. احنا قلنا الار اتش نيجاتيف مفيش ضده انتي بودز، وعليه يبقى مفيش ضده، مش هيحصل هنا يعني مفيش انتي بودز ضد الدي لور كيس، انما في انتي بودز ضد الانتي دي كابيتال. تمام؟ تبقى عارف هذا الكلام. فلو انا ار اتش بوزيتيف يبقى ما عنديش في الدم ار اتش، ما عنديش انتي دي كابيتال، والا هذا حطم نفسي. لكن لو انا عندي دي لور كيس كان مفروض يبقى عندي انتي دي كابيتال، صح؟ ومش هحطم روحي. بس بص بقى الحاجه اللي وعدتكم بيها، ان اللي تدل على انه وراء الخلق خالق. يعني الشخص الار اتش نيجاتيف ما عندوش دي كابيتال انتي، فكان مفروض يبقى عنده انتي دي كابيتال، ومش هتاثر فيه ان هو ما عندوش في الار بي سي دي كابيتال، ما فيش دي كابيتال هنا، فكان مفروض يبقى عنده انتي دي كابيتال. ومع ذلك بقى ده الفرق الجوهري بين الاي بي او سيستم وما بين الار اتش سيستم، ان الشخص الار اتش نيجاتيف بيولد ما عندوش انتي دي كابيتال، ما عندوش انتي بودز، على عكس الاي بي سيستم بيتولد عندنا الانتي بودز. الاي بيتولد عنده الانتي بي، والبي بيتولد عنده الانتي اي، وهكذا. انما الشخص الار اتش نيجاتيف بيتولد ما عندوش الانتي دي كابيتال، برغم ان لو عنده الانتي دي كابيتال مش هيتاثر. هتفهم ليه ربنا عمل كده، هنفهمها عشان ينقذ ربنا على الاقل بيبي واحد للمرأة تولده. لأنه لو هي ار اتش بوزيتيف خلاص، ولو هي ار اتش الأم نيجاتيف آسف، وبعدين البيبي هيبقى في الحالة دي ار اتش نيجاتيف، لو كانت هي ار اتش نيجاتيف وعندها انتي دي كابيتال، صح؟ الأم ار اتش نيجاتيف، لو هو ده شرط، لو كان عندها عندها انتي دي كابيتال وبقت حامل في بيبي بوزيتيف، عندها بيبي بوزيتيف، هي نيجاتيف وحامل في بيبي بوزيتيف. طب هي نيجاتيف عندها انتي دي كابيتال، مش هيأثر فيها هي؟ بس الانتي دي الار اتش انتي بوديز من الجي تايب اللي هو كان كروس ذا ايه؟ البلاسينتا، كان هيموت اول بيبي. يبقى تاني، يبقى ليه ربنا خلى الشخص النيجاتيف يتولد ما عندوش انتي دي كابيتال برغم انها مش هتاثر فيه هو، عشان ما تاثرش في غيره. طب فين السيتويشن دي؟ ام نيجاتيف اهي، لو كان عندها انتي دي كابيتال واتجوزت راجل بوزيتيف بقت حامل في بيبي بوزيتيف، اوريدي هي عندها الانتي دي كابيتال اللي هو انهي نوع؟ اميونوجلوبولين جي، يعدي البلاسينتا، فقدت اول بيبي، فربنا خلاها تتولد الشخص النيجاتيف بيتولد ما عندوش انتي دي كابيتال عشان ننقذ هذا البيبي. ويتكون هذا الانتي دي كابيتال فقط لو حصل للشخص النيجاتيف اثاره سنسيتايزيشن. يعني ايه؟ يعني زي ما هنشوف في الصفحه اللي بعدها، لو عرضناه لدم بوزيتيف. فدي من رائع الخلق، ان قعدت اسال روحي ليه يا ربي خليت الشخص تبع للاي بي سيستم بيتولد عنده الانتي بودز، لان الانتي بودز لا يمكن تعدي البلاسينت من الام تايب. طب ليه الشخص النيجاتيف يا ربي خليته يتولد
ما عندوش الانتي دي كابتل برغم ان هو نيجاتيف. يعني لو عنده الانتي دي كابتل دي مش هتاثر فيه. اه بس ممكن تاثر في غيره. ليه؟ لانها مش جي تايب اللي بيعدي البلاسينتا. فلو الام نيجاتيف اه عندها انتي دي كابتل مش هياثر فيه، مفيش مشكله. بس ده جي تايب يعدي البلاسينتا. طب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ لو البيبي بوزيتيف يحطمه، فربنا اراد انقاذ اول بيبي. فبما يدل على انه وراء الخلق خالق. ربنا خلى الشخص اللي هو ار اتش نيجاتيف يتولد بادي ان دي بيب ما عندوش انتي دي كابتل. خلاص؟ برغم ان لو عنده انتي دي كابتل مش هتاذيه. بس كان ممكن تاذي البيبي لانها من نوع الجي تايب اللي تعدي البلاسيد. اتمنى تبقى الفكره واضحه. في حاجه تانية رائعه احب اقولها لكم برضه وانا تشاركها. بصوا يا اولاد، احط القاعده اول مره تاخد بالك منها. ريجاردنج الار اتش مفيش اي مشاكل لو حضرتك بوزيتيف. لو انت ار اتش بوزيتيف الموضوع ده لا يعنيك الا انك تسمع المحاضره تتسلى. انما مفيش اي مشكله في الحياه، في مسار الحياه، في نقل دم، في حمل. اذا كنت ست يحصل اي مشكله. لو انت بوزيتيف انسي الموضوع، انت بتتسلي. والمشاكل بتحصل بس مع الشخص النيجاتيف. فتاني حاجة تدل على انه وراء الخلق خالق اللي اثبتناها في الايبيو سيستم. يبقى لو انا شخص ار اتش بوزيتيف ما عنديش مشاكل، تفتكر ربنا وراء الخلق يبقى يخلي عدد مين اكتر، البرسنتج اكتر في مين؟ في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ احنا قلنا البوزيتيف ما عندوش مشاكل، المشاكل يمكن ان تحدث مع النيجاتيف. طبعا ادام وراء الخلق خالق يبقى لازم عدد البوزيتيف يبقى اكتر. تمام؟ وشفناها ان في احتمالين هنا اخذ على كونهما بوزيتيف، اللي هو دي كابيتال دي كابيتال او دي كابيتال دي سمول بوزيتيف. لازم عدد البوزيتيف ثيوريتيكالي يبقى اكتر من عدد النيجاتيف، لانه احتمال واحد نيجاتيف حسب الجينوتايب، واحتمالين اخذ على كونهما بوزيتيف. النسبه بيعلموكوا في بلادنا العربيه ان النسبه 85% بوزيتيف و15% نيجاتيف. يا بزعل قوي 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 ما اسمع النسبه دي. لازم تدرس حسب البيئه اللي انت فيها. 85% بوزيتيف و15% نيجاتيف، دي الكلام ده في اليو اس، نورث امريكا وكندا ويوروب، هم اللي 85% بوزيتيف و15% هيحصل معاهم مشاكل. انما لو رحنا لافريكا البلاد بتاعتنا والهند واندونيسيا والصين واليابان، نلاقي نسبة البوزيتيف 99% والنيجاتيف 1% بس. يعني ليه؟ ازاي بقى بستغرب لما بقى قاعد اسمع زميل بيشرح ويتغافل عن هذه النسب. الله، عارف دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا بيحبنا اكتر، لان انا قلت مفيش مشاكل مع البوزيتيف، فربنا خلانا 99% بوزيتيف و1% نيجاتيف بس. واقول لك الاحلى منها ان العين اللي هي ترعى حتى سائر الكائنات الحيوانات. انا قلت لك الريسس مانكي كام في المية بوزيتيف؟ 100%. تامل خاص وطريف في نفس الوقت. عارف ليه ربنا خلى القرود كلهم بوزيتيف؟ لان لو كان فيهم قرود نيجاتيف وحصلت مشكله، مفيش في الغابه طبيب هيمثل دور دكتور ويحل المشكله. يبقى غيبه الرعايه الطبيه خلى ربنا لا مشكله لانه لا رعايه طبيه. وبنفس المنطق في البلاد الاكثر تقدما النيجاتيف 15% يقدروا يحلوا مشاكلهم، انما احنا عندنا اوريدي الرعايه الصحيه بتبقى اقل، فربنا خلى المشاكل اقل. 1% مننا بس بيبقى ار اتش نيجاتيف. يبقى اتعلمنا في الحته دي معلومات أول مرة نقراها بهذه الصورة، وكلها تدل على شيء واحد. أنتوا عارفين أنه وراء الخلق خالق واحد. أنا قلت القاعدة الأولى لا يوجد مشاكل مع البوزيتيف، المشاكل فقط مع النيجاتيف. فإيه القصة؟ أن ربنا خلى البوزيتيف هو الأكثر، وحتى نسبة التوزيع في العالم مادة للتأمل. القرود مفيش أي رعاية طبية، يبقى كلهم بوزيتيف، لا يوجد مشاكل لأنه لا يوجد رعاية. طب احنا في افريقيا والصين والهند واندونيسيا بس ومعانا اليابان، النيجاتيف 1%. خلاص يبقى المشاكل اقل لان فيما خلى اليابان الرعايه اقل. خلاص؟ انما
في امريكا وفي كندا وفي يوروب عندهم رعايه كويس، فنسبه نيجاتيف اعلى 15%. المهم في البلاد العربيه يا اولاد اللي هي تعنينا في المتحدثين العربيه 1% بس نيجاتيف هو اللي معاه المشاكل. طب تاني في حاجه تدل على ان وراء الخلق خالق، انه بادي انزبت ربنا خلى النيجاتيف ما عندوش انتي دي كابتل، برغم الانتي دي كابتل لن تضيره لان هو مش دي كابتل، انما هذا النوع من الايمونوجلوبين جي اللي ممكن يعدي البلاسينتا ويضير البيبي. لو الام نيجاتيف تضير ابنها، فربنا عاوز يفوت لها بيبي على الاقل ما يحصلوش حاجه، لان بتستارت ويز في اول حمل مفيش انتي دي كابتل، مش هيتاثر اول بيبي. ده يدل على ايه يا اولاد؟ الحاجتين اللي قلتهم، النسبه، ان ربنا بيراعي ظروف الاشياء ومقسم النسبه بيزد عليها، واتنين ان النيجاتيف اساسا هو الوحيد اللي معاه مشكله يتولد ما عندوش انتي دي كابتل حتى لو يضير الاخرين. ايه العظمه دي؟ ايه الروعه دي؟ طيب نيجي بقى السؤال عندنا الامبورتنس اوف ار اتش سيستم. قبل ما اقوله حتى عاوز اقول حاجه، سؤال لطيف للاوائل، هل الار بي سيز اجلوتينوجين دي اللي بنقسم على اساسها البلاد جروبس مش موجوده غير في الار بي سيز؟ يعني ما نقدرش نعرف البلاد جروب بتاعتك من غير ما تدينا عين الدم في ار بي سيز؟ ده طبعا للاوائل بس السؤال ده. لا، وجد ان الاجلوتينوجين دي موجوده في بعض سوائل الجسم الاخرى، مثال السلايفا، اللعاب، والسيمن والسائل المنوي. يعني لو اديتنا بصقه او اديتنا سائل منوي ممكن نعرف البلاد جروب بتاعتك. ما تقولوش الكلام ده، دي حاجات المعلومات العامه اللذيذه تعرفها. ده دره هذه المحاضره، الامبورتنس اوف ار اتش سيستم اللي هو اريثروبلاستوزيس فيتاليس، اللي هو الار اتش هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيولي بورن. يعني ليه اسمين، اريثروبلاستوزيس يعني كرات دم حمراء، فيتاليس يعني جنين، يبقى مرض كرات دم الحمراء بتاع الجنين، او ار اتش هيموليتيك ديزيز اوف نيولي بورن، يعني الطفل حديث الولاده ممكن يحصل عنده مشكله في الار اتش. قلت ان عشان يحصل مشكلة لازم يبقى الوضع كالاتي، ام لازم تبقى مش ار اتش نيجاتيف بس للاوائل، لا لازم ار اتش نيجاتيف وعندها انتي بوديز الانتي دي كابتل، لانها نورمال تتولد ما عندهاش الانتي دي. طب عشان يبقى عندها الانتي دي كابتل لازم يحصل لها سنسيتايزيشن، يبقى عشان يحصل مشكلة لازم الأم للأوائل تبقى حاجتين، تقول لي ار اتش بس يبقى ما انتش فاهم. ار اتش سنسيتايزد مادر يعني نيجاتيف وتم إثارتها بدي كابتل انشن فكونت انتي دي كابتل. خلاص؟ لازم حاجتين، المادر لها مواصفتين، تبقى نيجاتيف وسنسيتايزد. طب وتاني حاجة عشان المشكلة تحصل لازم البيبي يبقى بوزيتيف. عشان لو هو البيبي نيجاتيف زي أمه ما فيش أي مشكلة، ما هيبقى الانتي بودي دي مش هتاثر عليه لانه ما عندوش دي كابتل انش. وعشان يبقى بوزيتيف لازم ابوه بقى، طب مين اللي خلاه بوزيتيف وامه نيجاتيف؟ لازم ابوه يبقى بوزيتيف، ار اتش بوزيتيف فادر. دول اهم جملتين في القصه. يبقى لما اقول لك متى تحدث مشكله الار اتش، لازم الام حاجتين، نيجاتيف وسنسيتايز، مثاره ونيجاتيف. خلاص؟ والجنين وابوه بوزيتيف. بقولها في مزاح عشان ما تنساهاش. عارف المشكلة بتحدث منين؟ من الأم السلبية، من سلبية الأم. يعني معلش أنا متعصب لأبناء جيلي شوي، خلاص؟ سلبية الأم واستثارتها وإنها مثارة، مثارة وسلبية. يعني تملي في حالة إثارة عندها أنتي بوديز وسلبية، إنما الـ 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 الأب والابن ار اتش بوز، ومن شابه أباه فما ظلم. تعال بقى نحكي لك القصة حصلت إزاي. ست، قلنا هنشوف اول طريقه ازاي يمكن اثاره الفيميل اهو. ار اتش نيجاتيف فيميل، يبقى دي لوور كيس دي لوور كيس، يبقى ده التو جينز بتاع ده ار اتش نيجاتيف فيميل. جوت ماريد لار اتش بوزيتيف ميل، دي كابيتال دي كابيتال اهو، ست نيجاتيف اتجوزت راجل بوزيتيف، فالبيبي اللي هو كرات الدم الحمراء بتاعته رسمها عشان اميزها من الام والاب، رسمتها بلون اخر اللي هو الاحمر، هياخد جين من ابوه دي كابتل وجين من امه دي لور كيس، فيبقى دي كابتل دي لور كيس او سمول لتر، خلينا نقولها كده عشان تبقى اسهل،
يبقى البيبي ده يطلع بوزيتيف ولا يطلع نيجاتيف؟ ايه رايك؟ جاوب انت. يطلع بوزيتيف، لان قلنا حتى لو في دي كابيتال انشن واحده فهو بوزيتيف. وانا بكملها من عندي بعربياتنا، ومن شابه اباه فما ظلم. فالبيبي طلع بوزيتيف. طيب، لكن طوال الحمل الام لا تدري عن جنينها اي شيء. ليه؟ لان في بيفصلهم البلاسنت اللي هو المشيمه. فاول بيبي قلنا ان الشخص النيجاتيف اللي هي الام ربنا خلقه ما عندوش انتي دي كابتل، والبيبي جوه بطنها بس هي ما تعرفش عنه حاجه، دمها مفصول عن دمه بواسطه المشيمه. ثم حانت ساعه الولاده. شوف باخد لك القصه اهي. فنزل البيبي الاول، بيتولد البيبي وبعدين ينزل مشيمه، عشان كده بيسموها بالبلدي الخلاص، لان الولاده ما تبقاش خلاص وخلصت الا لما ينزل الخلاص المشيمه. المشيمه يا اولاد وهي نازله، اي ده جدار الرحم اهو، المشيمه وهي نازله بتتقطع من جدار الرحم عشان تنزل خلاص المشيمه. فبعض كرات الدم الحمراء اللي تنتمي للبيبي اللي هي بوزيتيف زي ابوه، عدت من خلال البلاد فيسل اللي موجوده في اليوترس. لما اتقطعت من البلاد فيسل في تهتك هنا في الشعيرات بسبب تقطع المشيمه اللي بتنزل من اليوترس، ودخلت كرات الدم الحمراء بتاعت البيبي البوزيتيف للام النيجاتيف. فطبعا هي ما عندهاش الدي كابيتال انشن، فده عمل لها استثاره. الواد ده عنده ار بي سي بوزيتيف زي ابوه، وهي مش طايق ابوه، بقولها كده عشان تفتكر. فتعمل ايه؟ تروح مكونه ضده انتي بوديز، انتي دي كابتن. بس الواد اتولد قبل المشيمه، يبقى الاولاني فات خلاص، ادي وان بيبي، بس كده ربنا خلاها تو ستارتيز ما عندهاش انتي دي كابتن. حتى لو البيبي بوزيتيف اتولد سليم، مفيش حاجه تاثر فيه، بس شويه الدم اللي خرجوا بعد ما اتولد البيبي والبلاسينتا بتتقطع ودخلوا جواها استثاروها كونت انتي دي كابتن. وعلى فكره ما تكونهاش اون ذا سبوت، بتاخد 2 ويكس عبال ما الانتي بوديز تركيزه يزيد لليفل معقول. خلاص؟ نيجي بقى نشوف الكارثه ايه بقى لو فكرنا انجاب طفل ثاني. يبقى نفس القصه. البيبي هياخد دي كابيتال من الاب ودي سمول من الام، فيبقى دي كابيتال دي سمول، يبقى طلع بوزيتيف زي ابوه، ومن شابه اباه السكند بيبي اهو فما ظلم. دلوقتي هي بقى جاهزه لان تم استثارتها وكونت انتي دي كابيتال. اللي هو انهي نوع؟ الميونوجلوبولين جي، اللي هو صغير مونومير قطعة واحدة بيعدي البلاسينتا ويكسر كرات الدم الحمراء بتاعت البيبي. يبقى الفيرست بيبي لا يمكن أن يتأثر في الحالة دي لو الأم مش يعني أول مرة تحمل. إنما السكند بيبي، خد بقى المعلومة دي ما يعرفهاش كثير من الزملاء، يمكن أن يتأثر، مش لازم يتأثر. ليه؟ لأن هي ابتدت تكون انتي بوديز، الار بي سيز داخل جواها كونت ار بي انتي بوديز. قلت ان التركيز الانتي بودي ده لازم يوصل ثريشولد، تتر معين عشان يبقى افكتيف. فعارف اللي ما يعرفوش الزملاء، نثبت تاثر السكند بيبي 15%. ولكن بتكرار الحمل، كل ما الام تبقى حامل اكتر، كل مره هيدخل كرات دم حمراء ار اتش بوزيتيف من البيبي، تستسرها، تعلي التتر، تعلي التتر، فالتالت يبقى احتمال انه يجي له المرض اكتر من الثاني والرابع اكتر، لحد ما نوصل التتر المفروض. فمش عاوز الاجابات العبيطه بتاع البيبي الاولاني ما يحصلوش حاجه الثاني يحصل له، لا الثاني يمكن كان بي افكتد اونلي ان 15%، دي رحمه ربنا. يبقى الام عندها بيبي 100% سليم نمره واحد، لان ما عندهاش انتي دي. دخول بعض كرات دم بتاعته كونت انتي دي كابيتال، يمكن ان تؤثر في الثاني 15%. لما يدخل بتاع الثاني التتر يزيد اكتر، الثالث احتمال تاثيره اكتر، الرابع ان سو اون. يبقى بتكرار الحمل التاثير بيت. والدليل هقول لك حاجه لطيفه جدا الزملاء مش واخدين باله منه. لو كان الثاني لابد ان يتاثر، ومعظم الناس بتخلف اثنين. طب في اوروبا وفي كندا وفي امريكا نسبه نيجاتيف 15%. خلاص؟ كان لازم الاريثروبلاستوس في تاليس دي، ومعظم الناس بتخلف اثنين، تاني بيبي في 15% من الجوازات يبقى يحصل له المرض. عارف نسبه المرض كام؟ مش 15% في تاني بيبي. نسبه المرض اوفرول اريثروبلاستوس في تاليس، افتح ودنك للزملاء مش ليكوا بس، 1 على 250. ده رحمه ربنا ان التاني يمكن ان يتاثر.
15% بس. ثالث احتمال يزيد شوية، الرابع أكتر شوية. عشان كده المرض مش بهذه البشاعة تشوز رحمة ربنا. يعني شيء رائع. من حيث نمرة واحد ان الام النيجاتيف اتولدت ما عندهاش انتي دي كابتل. يبقى اول بيبي مفيش حاجة ضده. شوف دي حاجة رائعة. نمرة اتنين نسبة النيجاتيف في الدنيا قليلة جدا. وحسب الرعاية الطبية. دي حاجة رائعة. وراء الخلق خالق. نمرة تلاتة انه السكند يمكن ان يتأثر. مش لازم يتأثر. الاولاني لا. طيب. هنا بقى اسألك سؤال. هل ممكن الاولاني يتأثر؟ ده سؤال جميل. كل كتير منكم هيجاوبوه. طبعا لو تم إثارة الأم بطريقة غير الحمل. يعني ايه؟ يعني نيجاتيف فيميل اهي، دكتور مغفل، هي ما عندهاش انتي ديكابتر، ربنا مديها فرصة في بيبي الأولاني ما عندهاش انتي ديكابتر، احتاج الدم فنقل لها من الدونر دم بوزيتيف دي كابتل انجين. يبقى في اول نقلة مفيش حاجة لان ما عندهاش انتي ديكابتر، بس الدم البوستر اللي نقلها لها ده عمل لها إثارة إنها تكون أنتي دي كابتل، صح؟ فبقت سنستايز ماضي. يعني ممكن إحنا نخلي الشخص النيجاتيف يبقى عنده أنتي دي كابتل بطريقتين، إنه تحمل الست دي في بيبي بوستر أو يتنقل لها دم بوستر. وفي الحالة دي بقى لو تنقل لها دم مرة تانية، نكمل القصة دي، خلاص في أنتي دي كابتل جاهز هيكسر كرات الدم الحمراء. عشان كده تاني اهميه الاريثروبلاستوس في تالس للاوائل مش في البلاد ترانسفيوجن، في الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. نفس الفكره، في اول نقله زي اول بيبي الشخص النيجاتيف ما عندوش انتي دي كابتل، بس النقله الاولانيه هتعمل له اثاره ان يكون انتي دي كابتل، ففي تاني نقله هيحصل الرياكشن. فعشان كده في الايبيو سيستم كنا بنقول مهم في البلاد ترانسفيوجن اهي، انما هنا مهم في الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. يبقى يمكن إثارة الأم بأن أم نيجاتيف يتنقل لها دم بوزيتيف. عشان كده بقول جملة مهمة جدا يا أولاد، An RH negative female الست النيجاتيف should never 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 be transfused with an RH positive blood. والطبيب اللي يعمل العملة اللي مش لطيفة دي لازم put in jail، حط في سجن، لأنه ضيع الله الفرصة اللي بدها لها ربنا. هو ربنا خلاها برغم انها نيجاتيف، لو عندها انتي دي كابتل مش هيأثر فيها، بتتولد ما عندهاش انتي دي كابتل، عشان مش هيأثر فيها، بس ممكن يأثر في الجنين لانه بيعدي البلاسينتا. فانت دلوقتي عملت لها انتي دي كابتل، يعني ازلت القاعده الالهيه. هو ربنا خلاها ما عندهاش انتي دي كابتل، انت عملت لها انتي دي كابتل بانك قلت لها دم بوزيتيف. فعشان كده ان ار اتش نيجاتيف فيميل شود نيفر 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 بي ترانسفيوزد ويز ان ار اتش بوزيتيف بلاد. ده الفكر، ولازم يتحط انجيل الراجل ده. طيب يبقى تاني بقى نرجع، ما هي اهميه الار اتش سيستم؟ حاجتين هتحط اول عنوان اريثروبلاستوزيس في تالس اللي هو الار اتش هيموليتيك ديزيز اوف نيلي بور. تاني حاجه وخلاص خلصناها ريبيتد بلاد ترانسفيوجن، ريبيتد بلاد ترانسفيوجن. نقول بقى الحقائق تاني، اسمعني تاني. هنسالك متى تحدث المشكله؟ لازم تتكلم على حاجتين. الام لازم حاجتين للاوائل، ما تقوليش الام ار اتش نيجاتيف وسنسيتايزد ار اتش نيجاتيف وعندها انتي دي كابتل، لان الار اتش نيجاتيف نورمال اللي فاهم بيتولد ما عندوش انتي دي كابتل. عشان يحصل مشكله مع الجنين لازم عندها انتي دي كابتل. وانت دلوقتي فاهم كم طريقه ممكن يتكون بيها الانتي دي كابتل؟ بطريقتين. لو حملت في بيبي بوزيتيف وده هيفوت كويس زي الفل، هيأثر على اللي بعده، او لو اتنقل لها دم بوزيتيف. يعني بمعنى اخر بالبلدي، لو شافت دم بوزيتيف، وده يحدث في حالتين، لو بقت حامل في بيبي بوزيتيف او اتنقل لها دم بوزيتيف، ادي ازاي تبقى سنسيتايز، ازاي تثيرها انه هي نيجاتيف توريها دم مش بتاعها دي كابتل. طيب متى تحدث مشكله تاني للاوائل؟ لازم الام تبقى، حتى بقولها بالعربي عشان ما تنسوها، سلبيه ومثاره، يعني فيها العبر مع الاعتذار، سلبية واللي ضيعنا سلبية الأم، سلبية نيجاتيف وسنسيتايز، والابن والأب بوزيتيف ومن شابه أباه فما ظلم. ده الإجابة بتاعت الأوائل. يبقى بيقول لك المشكلة بتحدث إمتى؟ تقول له حاجتين، الأم كلمتين سنسيتايز وار اتش نيجاتيف،
والاب وابنه بوزيتيف. هيسالك سؤال تاني، طب كيف يحدث سنثايزيشن للام؟ هتقول له بطريقتين، انها تبقى حامل في بيبي بوزيتيف، او اسمع، او ابورتد في بيبي بوزيتيف، يعني مش لازم الحمل يكمل وتولد ولد، يعني حملت والبيبي سقط، بس ادام سقط شويه دم دخل جواه واثروه، يبقى اما ديليفر بيبي بوزيتيف يعني انجاب بيبي بوزيتيف، او ابورتد في بيبي بوزيتيف. تاني طريقه الاثاره ان في دكتور مغفل، بقول مغفل، عمل لها ترانسفيوجن ببلاد بوزيتيف. يبقى اول سؤال انا اسالك متى تحدث المشكله؟ هتقول لي الام لازم تبقى نيجاتيف وسنسيتايزد، والاب والابن يبقوا بوزيتيف. طب ازاي تبقى سنسيتايزد؟ هتقول بطريقتين، يا اما يعني تحمل او تجهض في بيبي بوزيتيف، او ينقل لها دم بوزيتيف. وتحكي القصه ان اول بيبي ده عمل لها سنسيتايزيشن تكون، انما ده امتى عمل لها سنسيتايزيشن؟ لما دمه دخل للام، لان طول الحمل هي مش شايفاه البلاسينتا، يعني فصلهما هتشوف شويه الدم ده، البيبي يتولد ويهرب شويه دم في البلاسينتا وهي بتتقطع من اليوترس يدخله عندها، البيبي خلاص اتولد. ادي ازاي بيحدث هذا السنسيتايزيشن. مش عاوز عبط في الام اس كيو، المشكله لازم الطريقه دي. لو هما الاثنين الاب والام نيجاتيف ما ينفعش، الاب والام بوزيتيف ما ينفعش، الاب نيجاتيف والام بوزيتيف ما ينفعش، يعني ثلاث احتمالات ثانيه غلط، الاثنين بوزيتيف الاثنين نيجاتيف، ادي احتمالين، الاثنين بوزيتيف احتمال، الاثنين نيجاتيف اعكسها، الاب نيجاتيف والام بوزيتيف ما فيش الاحتمال. عارف ليه؟ يحصل في حاله واحده بس، لو الاب هو اللي يبقى حامل في البيبي تبقى بقى المشكله تيجي، عشان يعني اللي بيفكر لسه معايا. ليه لو الاب نيجاتيف؟ لو البيبي عنده هو يبقى ده ما فيش مشاكل، لو هو اللي هيبقى حامل. فالمشكله تحدث بسلبيه واثاره الام، والاب والاب بوست. اظن قلتها 100 مره، يبقى اغلب بقى. طيب ايه الافكتس؟ نفرض حصلت المصيبه دي، ايه الافكتس؟ يوجوالي البيبي اذا جاله الاريثروبلاستوس فيتاليس از بورن ديد، غالبا يتولد ميت. يبقى يوجوالي از بورن ديد، مات. بات اف بورن الايف، لو اتولد حي غالبا يموت لو حصلت مشكله. هيحصل عنده ثلاث مشاكل، عد معايا. واحد، الار بي سي اتكسرت، يبقى سيفير هيموليتيك انيميا. اثنين، الهيموجلوبين هيتحول في الكبد للماده الصفراويه اسمها بيليروبين، يعني البايل الذهبي، روبين يعني ذهب، يبقى هيجي له لونه ذهبي، يبقى جوندس صفراء. ثلاثة، ان البلاد برين بارير، البارير اللي بيحمي البرين من البلاد، ما تكونش في البيبي، بيكون بعد سنتين من الولاده. فالبيليروبين ده، الاصباغ الصفراويه دي تعدي للمخ وتبوظه، يطلع منتلي ريتاردد، بمرض اسمه كيرنيكتراس اكتراس، يعني اصفر جوندس، كيرنيكتراس اصفرار المخ. نورمالي حضرتك وحضرتك لما بيجي لنا جوندس البرين لا يتاثر. ليه؟ لان في بارير بيحمي البرين من البليروبين، من الصبغه الصفر. البيبي ده ما بيتكونش البارير غير بعد سنتين، فالبليروبين بيبوظ مخه. يبقى تاني ما يقول لك ايه الافكتس، الاجابه النموذجيه، تقول له واحد، يوجوالي ذا بيبي از بورن ديد، غالبا يتولد ميت. اف في الحالات اللي مش هيتولد ميت عنده ثلاث مصايب، سيفير هيموليتيك انيميا وجوندس، فاهم ليه؟ عشان الار بي سيز اللي اتكسرت الهيموجلوبين بيتحول لبيليروبين، ونمره ثلاثه كرنيكترس. طيب مش هنقول العلاج، هنقول او نقول العلاج الاول، نعالجه ازاي البيبي ده اذا اتولد حي؟ نشيل الانتي بوديز دي اللي بتكسر كرات الدم الحمراء بتاعه، بنعمل له، انتوا بتقولوا تعبير ايه؟ اكتشينج ترانسفيوجن، تعبير صح، نغير دمه، مع ان الصحيح ان هو بنعمل ريبيتد بليدنج اند ترانسفيوجن. تغيير دمه، في ناس تتصور ايه؟ يعني انا افضي البيبي من الدم وبعدين ارجع اعبيه تاني، يموت يا ابني. بنبقى حاطين في ايده تي شيبت، انبوبه تي شيبت كده، يعني الانبوبه داخله هنا ودي هنا، في طرفين تي شيب، ناخد شويه دم وندي شويه دم، ناخد شويه دم وندي شويه دم. فاول ذا تايم في ميكسنج للدم اللي بنديه مع الدم القديم، احنا عاوزين نشيل الانتي بودز اللي بتكسر كرات الدم الحمراء.
ايه رايك بقى نقول له دم ايه بقى عشان يعني فكر معايا ايه نوع الدم اللي ندول نديله دم او لان ده يونيفرسال دونر من حيث الاي بي سيستم. طب البيبي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فكر. البيبي بوزيتيف يبقى نديله دم بوزيتيف ولا دم نيجاتيف؟ نيجاتيف. لان لو ادينا له دم بوزيتيف احنا بنشيل شويه ونحط شويه بس معظم الدم موجود. دم البوزيتيف فيه انتي بوديز هتكسره. اي دم هتديه بوزيتيف هيتكسر. واحد يقول لي مش انت هتغير دمه؟ بس ما انا فهمتك انا مش بفضيه وارجع عبيه تاني. اول ذا تايم في ميكسينج، بشيل شويه دم من بتوعه واحط شويه دم جداد عشان انزل تركيز الانتي بوديز تحت التركيز اللي يكسر ار بي سيز. بس عبال ما اوصل لهذا التركيز المنخفض الدم الجديد بيتخلط مع الدم القديم. مين الدم الوحيد اللي مش هيتكسر؟ اللي هو نيجاتيف، لان الانتي بوديز ضد البوزيتيف فتخليه زي امه. يبقى تنقول له دم بلاد جروب او نيجاتيف، بلاد جروب او نيجاتيف، يبقى عارفها كويس قوي. ده التريتمنت او نيجاتيف مش بوزيتيف. طب طالب بيسالني كده قال لي يعني لمجرد المعلومات، طب البيبي ده مستقبلا هيبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ طبعا هيبقى بوزيتيف لان الار بي سي دي بتعيش 120 يوم وتكسر وتكون جديد حسب الجينز، فهيبقى بوزيتيف. بس بعد 120 يوم هيبقى احنا نقصنا تركيز الانتي بوديز ملوش فعاليه. فالتعبير الصح من اكتشينج ترانسفيوجن، اكتشينج ترانسفيوجن بيفهمها البعض احنا نفضي البيبي ونروح معبينه دم، لا هي ريبيتد بليدنج اند ترانسفيوجن. ريبيتد بليدنج اند ترانسفيوجن، نسحب 10 سم نديله 10 سم. عشان كده في خلط القديم مع الجديد، فلازم اديله ار بي سيز ما ياثرش فيها الانتي بودز اللي موجود في الدم القديم اللي واخده من امه اللي هو الانتي دي كابتا. عشان كده بنديله ار اتش نيجاتيف او. هو هيبقى ايه بعد كده؟ هيبقى بوزيتيف. طيب ولكن يقولوا ان درهما من الوقايه خير من قنطار من العلاج. احسن بقى ما نستنى ما تحصل مصيبه نمنعها. نمنعها ازاي؟ واحد انه كل مره الست النيجاتيف تتجوز راجل بوزيتيف وتحبل في بيبي بوزيتيف، ان احنا عارفين ان ايه اللي بيستثيرها، ان شويه ار بي سيز بوزيتيف من البيبي بيدخلوا لها بعد الولاده، فاحنا نكسر الشويه اللي دخل وراهم دول. يبقى هو دخل عندها شويه هيك بوزيتيف، عارف ندي ايه؟ نديها كميه صغيره من انتي دي انتي بوديز، يعني انتي دي كابتل انتي بوديز، فتكسر الكرات اللي دخلت وطبعا ما تاثرش في الام، الام ما عندهاش دي كابتل، يبقى انت بتديها انتي دي كابتل انتي بوديز. يبقى هتكسر مين؟ هتكسر كرات الدم اللي دخلت غلط من البيبي ولا تؤثر في الام، فما تشوفهمش فما تستثارش. دي اهم حاجه نعملها، ان نديها انتي دي كابتال انتي بوديز كميه صغيره بعد كل مره تبقى حامل او حتى تجهض في بيبي بوستر، تخلص منهم قبل ما تشوفهم، قبل ما يستثمروها انها تكون انتي دي كابتال. طب واحد يقول لي طب والانتي بوديز اللي احنا اديناها دي هي مش مكوناها دي كلها دايناميك، بعد كام يوم هنفضوا من السيركوليشن، لكن لو هي كونت انتي دي كابتال هتقعد تكونه ذا ريست اوف لايف. فاهم الفرق؟ اولا انا مدي لك كميه صغيره جدا يا دوبك على شويه الدم اللي دخلوا غلط عشان ما تشوفهمش عشان ما تستثارش. ثانيا دول ليهم البلازما بروتينز دايناميك فهيخلصوا بعد شويه، انما لو هي استثارت انها تكون انتي دي كابتال هتقعد تكونها ذا ريست اوف لايف. طب ثاني حاجه في البريفنشن، an Rh negative female should never 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 be transfused with an Rh positive blood. قلناها الست النيجاتيف اوعى تديها بوزيتيف، ما تضيعلهاش الفرصه بتاعت ربنا، قول لها تدخل السجن. ثلاثه والاخيره whenever possible كلما امكن الست النيجاتيف تتجوز راجل نيجاتيف. ده كلام فارغ لان احنا قلنا النيجاتيف في بلادنا 1%، يعني ده هي اساسا في ال 99% البوست مش لاقي عريس. نعقدها لها نقول لها بقى فرصتك هتتقلص من 99 لواحد، دوري على واحد نيجاتيف، ما اخدش البوست بقى انا اخد النيجاتيف. ده اي كلام، ونيفر بوسبل. ايه ده؟ عاوزه بقى 100 واحد متقدمين فيهم واحد نيجاتيف تسيب ال 99 وتاخد النيجاتيف، فيبقى هي نيجاتيف والاب نيجاتيف والبيبي نيجاتيف، ما فيش اي مشاكل. كلام فارغ انما تقولها. يعني ده اهم حاجه في محاضره اليوم اللي هي الامبورتنس اوف ار اتش سيستم. يبقى هعيد تاني النقاط الاساسيه، اريثروبلاستوزيس فيتاليس ده الاهم،
او ار اتش هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. متى تحدث الحاله؟ قول معايا بقى. الام والاب والجنين كانوا الام لازم كام حاجه؟ حاجتين، نيجاتيف سلبيه ومصارعه سنسيتايزد. طب والاب والجنين؟ من شابه اباه فما ظلم بوزيتيف. النقطه الثانيه، ازاي يحصل سنسيتايزيشن للام؟ هتقول بطريقتين، يا اما تبقى حامل ديليفرد او يعني ولدت او ابورتد فروم ا بوست بيبي، ده احتمال، او دكتور مغفل نقل لها دم بوست، ده تاني احتمال. طيب وانتوا فهمتوا ان تاني بيبي يمكن ان يتاثر، مش لازم يتاثر. طب ايه الايفكتس؟ هتقول غالبا يتولد ميت، يوجوالي بورن ديد. اف بورن الايف، ثلاث حاجات، سيفير هيموليتيك انيميا، جوندس صفرة، كرنيكتروس يتاثر مخ اللي مفيش بلاد برين بارير. طب التريتمنت، اعمل له بليدنج and transfusion، repeated bleeding and transfusion اللي هم بيسموها exchange transfusion. الدم نوعه ايه؟ اديني اقولها تاني، تخليه زي امه، negative blood و يبقى اغلب بقى. هو بعد كده في الحاله هيبقى ايه؟ positive بعد ما تركيز الانتي بودي ينزل. prevention، درهما من الوقايه خير من قنطار من العلاج. يبقى لازم بعد كل مره الست تبقى delivered او aborted في بيبي positive قبل ما تشوف كرات الدم اللي دخلت جواها دي تخلص منها. ادي انتي دي كابيتال يكسر كرات البيبي كابيتال ولا يؤثر في الام النيجاتيف، مش هتشوف. and an rh negative female should never never be transfused with an rh positive blood. حط الدكتور في السكه. ثلاثة، whenever possible an rh negative female should marry an rh negative male. خلاص. تاني أهمية في البلاد ترانسفيوجن في الـ RH repeated blood transfusion، وفاهم لأن نفس الفكرة في الفيرست ترانسفيوجن مفيش أنتيبادي، مش هيحصل حاجة، اتكون الأنتيبادي كنتيجة للفيرست هيأثر في السكند ترانسفيوجن. صفحة الأخيرة blood transfusion، نقل الدم. thanks to Karl Landsteiner اللي خد نوبل في 1930 على إنه عرف لنا البلاد جروبس. قبليها بينقلوا أي دم والعيان تموت. قبل هذا الاكتشاف في سنة 1900 كان ما فيش جراحات في الدنيا، مسخرة. هنتكلم على البلاد ترانسفيوجن في ثلاث نقاط: انديكيشن، دواعي نقل الدم، بريكوشنز احتياطات نقل الدم، كومبليكيشنز مضاعفات نقل الدم. امتى ننقل الدم؟ ثلاث احتمالات نقل الدم، في ثلاث احتمالات. واحد، لو حصل لك hemorrhage of 20 more than 20% of blood، يعني مش اي واحد يحصل له في صاد مناخير نزل شويه دم نقول له دم، لان في complications. لازم نفقد على الاقل 20% من الدم، لو حوالي لتر من 5 لتر. يبقى الاقي حتى بعض زملاء يكتب ايه ننقل دم to replace whole blood. whole blood ده ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني هو كان عاوز يقول يعني ان فقد 20% من all elements. ايه all blood؟ تعبير انجلش مش فاهمه انا. to replace whole blood هو بيزع ان انا كاتب اللي بعدها to replace deficient element، فهو قال لك بقى غيرها. هنا كاتب الراجل ده to replace one element، يبقى to replace all elements. all blood whole blood مفيش كلام في الانجلش كده. يبقى اول حاله لو نزفت 20% فيما هو اكثر من الدم، ده اهم حاله من الناس اللي بتنزف بنقول لها دم. اثنين، to restore one deficient element. البلد في عناصر الاتي مهمه، ممكن عندك سيفير انيميا فاقد الار بي سيز، او ليوكوبينيا فاقد وايت بلاد سيلز، او ثرومبوسيتوبينيا بليتلتس، او كلوتينج فاكتورز بلازما كلوتينج فاكتورز او بلازما بروتينز عموما. يبقى في to restore one element. one element ده ممكن يبقى حاجه من خمسه، يا الثلاث خلايا واحد ناقصه في الار بي سيز بس، فبنقول له هو قدام عشان خاطر اعوضه على الار بي سيز، او اعوضه عن نقص الكرات الدم البيضاء الليكوبينيا، او نقص الصفائح ثرومبوسيتوبينيا، او البلازما بروتين ناقصه، او الكلوتينج فاكتور ناقصه. قلناها حتى ننقل في الحاله دي فريش بلاد ترانسفيوجن. طب ثالث حاله بننقل دم فيها والاخيره، البيبي اللي عنده اريثروبلاستوزيس فيتاليس اللي هي exchange transfusion، او الصحيح repeated bleeding and transfusion. ونوع الدم بقى قوله لي انت، انا نسيته.
نوع الدم او نيجاتيف. يبقى دول الثلاثة انديكيشنز. متى ننقل دم نزيف اكتر من 20%؟ تقول ستور وان اليمنت، والاليمنت دي حاجه من خمسة، حب النظام قوي، ثلاث خلايا ار بي سيز وايت بلاد سيلز والبليتلتس، بلازما بروتينز او كلوتينج فاكتورز، وان كان طبعا كلوتينج فاكتور وان ولا بلازما بروتينز. ثالث احتمال ريستروبلاستوسيفيتالز. البريكوشنز بقى احتياطات نقل الدم، انا بقولها بطريقه لطيفه، هم ستة عشان احفظهم لك بطريقه حلوه، هناخدهم كل اثنتين مع بعضهم. لازم الدم يبقى خالي من الامراض، ده الواحد اكتر حاجه بيخاف لما نقول له دم يجيله ايدز يجيله هيباتايتس، يبقى لازم يبقى فري فروم ديزيزز، والثانيه فري فروم كونتامينيشنز، خالي من التلوث. خلاص انا موضوع الترانسفيوجن ده عارفه كويس قوي، اللي اشتغلت في اوض العمليات نائب في القصر العيني، ففاهم اللي بقوله كويس قوي. يبقى الدم اتنين خالي، حلوه اهي في مزاحه، خالي وخالي، خالك وخالك، خالي من الامراض وخالي من التلوث كونتامينيشن. واحد يقول لي طب الامراض فاهم يعني ايه كونتامينيشن؟ اسمعني اللي هقول لك ده، معلش انا بضيع وقتكم شويه بيكوز اي مي سيف ا بيشنت، ممكن انقذ عاد. بنوك الدم لها قدسيه غرف العمليات، يعني لازم في بنك الدم يبقى كل الناس لابسه ماسكس، كل حاجه معقمه، لان لو دخل في كيس الدم بكتيريا عارف ايه اللي هيحصل؟ كونتامينيشن، تلوث دخل بكتيريا هيكسر كرات الدم الحمراء. طب ممكن تفكر معايا هو ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لو نقلت فصيله غلط؟ كرات الدم تتكسر. طب ما انت لو الدم كونتامينيتد انت نقلت اوريدي كرات دم مكسره، عشان كده بقول بنوك الدم لها قدسيه غرف العمليات. ما تتعين في بنك الدم تراقب كل الناس اللي بتقوم على العمل يبقوا سترايز معقمين ومسقاط وكل حاجه، فلازم الدم نمره واحد خالي من الامراض، اثنين خالي من الكونتامينيشن. الاثنين اللي بعديهم لازم الدم يبقى كومباتبل، يعني تاخد الفصيله الصح. And an Rh negative person، والشخص النيجاتيف يبقى transfused with an Rh negative blood. ليه؟ especially female، عشان ما تضيعش الفرصه ان ربنا خلق الشخص نيجاتيف ما عندوش انتي دي كابتل، لو نقلت له دم بوزيتيف هتعمل له sensitization، المصيبه اكتر في الفيميل. يبقى لازم 3 و4، لازم الدم يبقى موافق، ولازم يبقى النيجاتيف ياخد نيجاتيف. طب موافق بايه؟ مش بالبطاقه. حاجه اسمها كروس ماتشنج يا اولاد. ايه بقى الكروس ماتشنج ده؟ عاوز اديكم فكره عنه. ان احنا في بنك الدم بنعمل ايه؟ سهل، يعني موافق مش بالبطاقه، لازم موافق بالكروس ماتشنج. ان انا بجيب نقطه دم من الريسيبيانت احطها على نقطه دم من الدونر. عارف انا عملت ايه؟ فكر معايا. هقولها بعربيات. بيان عملي خارج الجسم لما سوف يحدث داخل الجسم. هو داخل الجسم ايه اللي هيحصل؟ الدم بتاع الدونر هيتخلط مع ريسيبين. طب ما انا خلطتهم بره. اذا بره ما حصلش حاجه، يعني البلازما بتاعت الريسيبين لم تؤثر على الار بي سي بتاع الدونر، والعكس بالعكس، البلازما بتاع الدونر لم تؤثر على الار بي سي بتاع الريسيبين، يبقى 100% جوه مش هيحصل حاجه. يبقى انا بعمل تجربه خارج الجسم للي هيحدث داخل الجسم. هو ايه اقصى حاجه هتحدث داخل الجسم؟ ان البلازما بتاعت واحد الدونر تاثر، الانتي بوديز اللي في البلازما هنا تاثر في الاجلوتينوجين بتاع الريسيبيانت، والعكس بالعكس. واخد بالك ان شكلها عامل ايه؟ زي كروس، عشان كده سموها كروس ماتشنج. افهم منين جابوا الكلمه كروس ماتشنج. هنسالك في الشفوي ايه اهميه كروس ماتشنج دي. تقول ات تيكس انتو كونسيدريشن ثلاث حاجات، يعني بتاخد في الاعتبار ثلاث حاجات. اول حاجه الرير بوسيبيليتي اوف لارج فوليوم ترانسفيوجن، الاحتمال ان انا احتاج دم كتير من الدونر، لان في الحاله دي قلنا رياكشن هيمشي في الاتجاهين بقى، لان الانتي بوديز بتاعه الدونر مش هتتخفف ريسيبنت لو نقلت دم كتير، بالعكس هتاثر على الريسيبنت. يبقى اول احتمال الرير بوسيبيليتي اوف لارج فوليوم ترانسفيوجن. ثاني احتمال ان ممكن يبقوا متفقين في الجروب بس مختلفين في السب جروب، سب جروب انكومباتيبيليتي. ثالث احتمال Rh incompatibility. في احتمال رابع ايه بقوله؟ ان يكون اساسا اللي مكتوب في البطاقة او على الازازة غلط، البلاد جروب اساسا عارفينه غلط، ايه بقوله؟ مش هقولها، انما خلينا نقول الكلام بتاع الدول المحترمة.
يبقى الكروس ماتشنج بياخد في الاعتبار ثلاث حاجات. وفهمت ليه سموها كروس ماتشنج؟ بيان عملي خارج الجسم للي هيحدث داخل الجسم. جيب نقطه من دم الدونر تحطها على نقطه من دم الريسيفر، حصلش حاجه بره مش هيحصل حاجه جوه. It takes into consideration، قولها بقى معايا، البوسيبيليتي اوف لارج فوليوم ترانسفيوجن، السب جروب، سب جروب انكومباتيبلتي، الار اتش، ار اتش انكومباتيبلتي، انهم متفقين في الاي بي او بس في اختلاف سنسيتايزد ار اتش نيجاتيف. طيب 5 و6 في البريكوشن. بريكوشنز يعني احتياطات. ان البلد لازم يبقى محترم، يعني فريش، لم يمض عليه اكثر من اسبوعين في التلاجة في درجة 4-5، مش في الفريزر، في التلاجة 4-5. انما النور طفى لازم نرمي الازايز. ليه؟ فكر، لو دم قديم افهمك زيادة، افهمكم بلاد ترانسفيوجن افضل من المحاضرات بكثير، ان ده موضوع مهم جدا في الطب. لو البلاد قديم، والار بي سي ليها عمر افتراضي، هتتكسر ار بي سي مره تاني. انت ما بتنقل فصيله غلط، ايه اكتر حاجه خايف منها؟ ان الدم يتكسر. طب ما انت لو نقلت دم قديم، ما هو اوريدي متكسر، يبقى كانه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. دم قديم يساوي انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. وطبعا لازم الدم يبقى فيه هاي هيموجلوبين كونتنت، دم محترم، لان معظم اللي بتبرعوا في بلادنا اي ناس بتبيع دمها، بياخدوا مخدرات ويبيعوا بقى كل يوم، يبيع دم ويفوت على بنك دم ياخد له قرشين يشتري بيها المخدرات، ففي الاخر بيبقى دمه ده ما فيهوش هيموجلوبين، فيري باد كواليتي، غير في امراض، غير في ملوش لازمه، فلازم يبقى هاي هيموجلوبين كونتنت. يبقى هنسالك، يبقى قلنا الانديكيشنز 3، دواعي نقل الدم 3، طب ايه البريكوشن 6؟ اقولهم لك تاني، خالي 2 خالك، خالي من الامراض وخالي من التلوث، احفظ معايا. 2 3 و4 لازم يبقى موافق بالكروس ماتشنج، كومباتبل كروس ماتشنج، والنيجاتيف ياخد نيجاتيف، يبقى دي موافقه الفصائل، موافق بالكروس ماتشنج والنيجاتيف ياخد نيجاتيف. طب 5 و6 دم محترم فريش، ما مضاش عليه اكتر من اسبوعين في الثلاجه، ودم محترم يحتوي نسبه عاليه من الهيموجلوبين، مش عليه اكتر من اسبوعين لثلاث اسابيع، ده ماكسيمم طبعا، ده حاجه كتيره قوي دي، لمدة 4 خليها 21 يوم مفيش مشاكل، بس هي 2 weeks is more than enough، ودرجة 4. طيب نيجي بقى أهم حاجة اللي هي effects complication of blood transfusion. قبل ما أقول، عاوز أقول لكم حاجة بقى، هنا الجامعات بيهتموا بيها، إيه التغيرات اللي بتحدث في stored blood يا أولاد؟ تعال نشوف إيه التغيرات اللي تحدث. أنا أقول لك إيه اللي بيحدث. إحنا عندنا كم خلية في الدم؟ RBCs و white blood cells و platelets. platelets عمرها قصير جدا فبتنقص جدا، بيبقى الدم اللي هو الستورد ده نسبة البليتلتس فيه قليلة جدا. ال white blood cells تبقى مش بس قليلة، وبتفقد الفاجوسيتك باور، يعني ال white blood cells المخزونة دي ما عندهاش فاجوسيتك باور، والزوج عندها يعني الجينيتك باور اللي هي إصدارها للأنتيبادز والحاجات ده موجودة، إنما بتفقد الفاجوسيتك. طبعا الار بي سي ليها عمر افتراضي، فكل يوم الار بي سي عددها بيقل، غير انه بيقل بتفقد الفلكسبيليتي وبتبقى ريجيد وقابله للتكسير اكثر من الار بي سي العاديه، يعني الار بي سي تفقد الفلكسبيليتي وبتبقى ريجيد. الوايت بلاد سيلز والبليتلتس عددهم بيقلوا جدا، والوايت بلاد سيلز ما عندهاش فاجوسيتك باور، انما عندها جينيتك باور. طيب نيجي بالنسبه للبلازما بروتين، الكلوتينج فاكتور، فاكتور 5 و8 اسمهم لابايل فاكتور. عارف لابايل يعني ايه؟ يعني نوت ستيبل ان ستورج. الستورد بلاد ما فيهوش فاكتور 5 و8 تسكر، لو العيان ناقصوا فاكتور 5 او 8 لازم تديله فريش بلاد، ما ينفعش دم ستورد. ثاني حاجه في البلازما، ان احنا بنضحك على العيانين شويه يا اولاد، بنحط جزء من الدم، بنحط في الكيس جلوكوز خلاص، وبنحط انتي كواجلانس عشان الدم ما يتجلطش، حط حاجات معاه، يعني ما بيبقاش الكيس نص لتر كله نص لتر دم، لان في جلوكوز، لان ما تقدرش تحبس خلايا من غير اكل، ما هيموتوا، ما لازم تحط لهم نيوترينتس جلوكوز، هذا الجلوكوز هيستخدم يا اولاد بالخلايا اللي موجوده، فنسبته هتقل، ال 2 3 دي بي جي والحاجات دي كل ده، والاي تي بي هيقلوا، وفي نفس الوقت
بيطلع لاكتيك اسيد، يعني بيبقى مور اسيدك شويه الدم. دي التيارات اللي بتحدث في الستورد بلاد. انا عارف في جامعات كتيره جدا ما عليكوش، بس انا بقول موضوع كامل حتى يغطي كاني بتكلم هنا. يبقى الثلاث خلايا تتكلم عليهم، الار بي سيز عددها هيقل مش قوي بس هتظبط لان عمرها طويل، انها بتبقى ريجيد ونوت فليكسبل. الوايت بلاد سيلز تقل اكتر بس بتفقد الفاجوسيتك باور، لكن عندها الجينيتك اللي هي اللي هو انتيجينيك باور لانتاج الانتي بوديز. البليتليتس تنقص جدا لان دي عمرها صغير قوي. البلازما اوعى تنسى اللابايل فاكتورز بيقلوا اللي هم 5 و8 كلوتينج فاكتورز، وبعدين الجلوكوز بيتقل وبيتحول للاكتيك اسيد. ده التشينجز في الستورد بلاد في عجاله كده، لو احد الزملاء سال فيها تبقى عارفها عشان بنغطي هنا تصنع الاوائل. ايه الافكتس بقى اخر حاجه ونقفل بيها البلاد اوف انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن؟ يعني بزعل الاقي جامعات كتيره جدا تهتم بالحاجه اللي ما بيهتموش بيها هنا خالص اللي هي الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. لا احنا عايزين كومبليكيشنز بلاد ترانسفيوجن عموما. الاجابه النموذجيه بقى في الاخر هركز على الحاجه اللي بيهتموا فيها في جامعاتنا اكتر اللي هي الانكومباتبل. انما انا طالب منظم في تفكيري هتكلم كالاتي. البلاد ترانسفيوجن ده بيساهم فيه تو بارتنرز، شخصين، في دونر واحد وفي ريسيبيان مستقبل. انت ليه تهتم باللي بياخد دم وتهتمش باللي ادى دم؟ مع ان ده راجل يعني محترم ولطيف وبيدي الناس دمه. لو انا تبرعت في احتمالين، لو تبرعت بكميات متكرره هيجي لي انيميا. عشان كده ما يصحش تتبرع غير مره كل شهرين، لان تكوين كرات دم حمراء جديده بدل اللي تبرعت بيها عاوز له شهرين. تو مانث. خلاص؟ لو تبرعت بكميه كبيره، يعني لقيت اتنين اصحابي في حادثه وتبرعت لده وده، كاني نزفت كميه كبيره يحصل لي شوك. يبقى الدونر فيه احتمالين، كميات متكرره يجي له انيميا. لازم ما تتبرعش غير مرة على الأكثر كل شهرين، كمية كبيرة يجي لك شوك. طب نيجي ريسيبيانت المستقبل بقى، في كام احتمال؟ ليه نهتم بالإنكومباتبل؟ حاجة أقول لك حاجة، الإنكومباتبل دي حاجة ما يصحش تحدث. أول حاجة إنفكتيف، أنا هنقول لي دم، خايف الدم ده يجيني منه مرض، يجيني إيدز مثلا. فاهم إيدز اللي هو الهيومن immune deficiency virus، خلاص ايدز، او يجيني هيباتايتس سي او بي. الاي طبعا لا، الاي دي بتيجي بالاكل. او يجيني ملاريا اللي هو على فكره اكتر مرض بيحصد ارواح الملاريا عكس ما الناس فاهمه. الملاريا ده من الامراض الانفكتشوس الرهيبه في الدنيا لسه، بتتنقل بالدم. يبقى ده الانفكتيف كومبليكيشن. يبقى عندي في الريسيبيانت اربع حاجات، اول حاجه الانفكتيف وتدي امثله ايدز، هيباتايتس، ملاريا، سيفلس اللي هو مرض زهري كان مرض جنسي بس خلاص. نيجي ميكانيكال كومبليكيشن، انه لو انا خلصت ازازه الدم وما ما قفلناش الخرطوم ممكن اخد هواء يحصل اير امبوليزم، بس ده طبعا عاوز اخد 200 سنتي على الاقل عشان اتاثر ما تخافش. نمره 2، مفيش الكلام دلوقتي مع اكياس الدم لان الكيس بيقفل لما بيخلص، ما بقاش في ازايز دلوقتي، انما هي بنقولها اير امبوليزم. او في حاجه تانية، ان احنا يحصل ديسلوجمنت اوف ثرومبث، يعني انت العيان نزف كتير فمحتاج دم كتير فبتدي له دم باندفاع، ففي جلطه كانت ماسكه في الفيسل، فانت من كتر ما الدم اللي بتنقله داخل باندفاع خلع الجلطه دي ونقلها الفيسل اهم. يعني ديسلوجمنت اوف ثرومبس تو اي مور امبورتنت فيسل، فراحت قفلت فيسل مهم. هي كانت قافله فيسل ملوش قيمه، لما انت خلعتها راحت قفلت فيسل مهم. طب نيجي فيزيكال كومبليكيشن نمره 3، اوفر ترانسفيوجن. لو نقلت دم اكثر عن محتاجه يبقى هتزود الورك بتاع الهارت، الهارت هيضخ دم اكثر تجيب له هارت فيلير. ايه اهم كومبليكيشن اللي ما يعرفهاش الزملاء؟ اسمعوني دلوقتي يا ولاد. الرجي، 3% من العيانين دي اكتر واحده بيحصل لهم الرجي، يسخن ويرتعش، فيفر اند رايجو. الالرجي ده بيبقى مش للدم، للاضافات اللي حاطينها في كيس الدم، لان زي ما قلت حاطين محلول جلوكوز، حاطين انتي كواجلانس، حاطين حاجات تحافظ على البي اتش كبافر. ده 3% من العيانين. وعاوز اقول لكم حاجه مش عليكم ولا اتصور بزملاء عارفينها. اما العيان بيرتعش ويسخن
الاطباء الصغيرين بيفتكروا ان ده انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، لان في الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن برضه عنده ارتعش وبيسخن. تعمل ايه؟ في حاجه بتميز جدا، هات عين البول من العيان. لو ده الرجي البول هيبقى كلير زي الفل. لو ده انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن والهيموجلوبين اتكسر، هتلاقي اليورين هينزل احمر، في هيموليس، نواتج الهيموليسيس نازله في اليورين. ده اكتر كومبليكيشن. نيجي نمره 4 بقى الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، عايزكم دي اللي تركزوا فيها بقى، دي اللي عليكم اساسا. لما قبل ما اجي لها وانهي بيها اقولهم تاني، يبقى الشخص المنظم في كومبليكيشن في الدونر، كميات متكرره انيميا، كميه كبيره يجيله شق. ريسيب يعني اربع حاجات: انفكتيف، ميكانيكال، فيزيكال، اند انكومباتبل. انفكتيف قلنا الامراض ترص رص ايدز، هيباتايتس، ملاريا. ميكانيكال يا اما خلص الدم وخد هواء، اير امبوليزم، او بتدي الدم باندفاع لان نزف بكميه كبيره وبسرعه فعاوز تنقذه بسرعه، تعمل ديسلوجمنت، حاجه ميكانيكيه اهي، ديسلوجمنت اوف ثرومبس، ينتقل فروم ليس امبورتنت تو مور امبورتنت فيسل اند اوبستراكت ات. فيزيكال في حاجتين: اوفر ترانسفيوجن، غيرت الفيزيكس فديت حجم اكبر، عشان كده اسمها فيزيكال، تدي هارت فيلير. واهم حاجه اهي اللي ما يعرفهاش الزملاء، الرجي في 3%، الرجي للحاجات اللي انت حاططها على الكيس الدم، ده 3%. يعني هيرتعش ويسخن، لو البول كلير يبقى ده مش انكومباتبل. نيجي الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، وقبل ما اقولها وانهي بيها بزعل لما اقولها وازعل انه اهتم بيها، ده كومبليكيشن لا صح ان تحدث. دي معناها غيبه الضمير يا اولاد، ان احنا بننقل دم بدون كروس ماتشنج. ولا لو انا عملت كروس ماتشنج خارج الجسم، حطيت الدم بتاع الدونر على الدم بتاع الريسيفر من بره الجسم وما حصلش حاجه، ازاي هيحصل حاجه جوه؟ ما احنا عملنا بيان عملي خارج الجسم لما سوف يحدث داخل الجسم، بره ما حصلش حاجه يبقى جوه ما حصلش حاجه. فده معناها ان الناس بتوع بنك الدم بيبعتوا لنا البلاد من غير ما يعملوا كروس ماتشنج، وقد يكون الخطا في البطاقه بتاعه الشخص الريسيبيان، قد يكون خطا في اللي مكتوب على الازازه، قد يكون سب جروب انكومباتبيليتي، كل بقى الاحتمالات تدخل. لو عملنا كروس ماتشنج وهو ما يجب ان يحدث، لا يصح ان يحدث انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، بس مش هقولها اوضح من ذلك. تعالى بقى، دي اهم حاجه بيحبوها هم، لما تنقل دم خطا وهذا ما لا يصح ان يحدث، هيحصل مرحلتين. الاول الانتي بوديز الاجلوتينين هيمسك في الاجلوتينوجين بتاع الار بي سيز، يعمل لها اجلوتينيشن باي انتي بوديز، فالار بي سيز تمسك في بعض. طبعا الرسمه انا راسمها دي بتاعت اي بي او انكومباتبيليتي، لان الاميونوجلوبولينز بتاع الاي بي او الام تايب اللي هو كام واحد؟ 5 بنتامير، الحته بتمسك كام؟ 2. بينما في الار اتش انكومباتبيليتي الاوائل الاميونوجلوبين جي مونومير بيمسك 2 ار بي سيز بس. يعني ساعات بنديك صوره كده ونقول لك بص تحت الميكروسكوب، هل ده اي بي او انكومباتبيليتي ولا ار اتش انكومباتبيليتي؟ لو لقيت 10 ار بي سيز ماسكين في بعض او كميه كبيره في بعض، يبقى ده اي بي او سيستم. 2 بس ماسكين في بعض، لان الانتي بودز بتاع الار اتش بيمسك 2 بس، يبقى ده ار اتش. طب سؤال داخل سؤال، يبقى مين اخطر، الاي بي او انكومباتبيلتي ولا الار اتش انكومباتبيلتي؟ بيزد على دي طبعا لطالب فاهم، الاي بي او انكومباتبيلتي لانه بيحصل اجلوتينيشن ل 10 ار بي سيز في ان واحد، الانتي بودي بيمسك 10 ببعض، انما الار اتش بيمسك 2 بس. اسئله الاوائل، ايه عيب الموضوع ده؟ بص على الفيسل اهو، الفيسل اتقفل اهو، خصوصا لو كان كابيلري، يبقى في حته مش راح لها دم، فده بيدي بين في الباك في الظهر، بين في الجوينتس، لو في دم مش واصل للقلب كفايه كاردياك بين اللي هي الذبحه الصدريه. طيب بعد كده بقى قلنا الانتي بودي مسك الار بي سيز، مين بيكمل ويكسر الكومبلمنت؟ يحصل هيموليسيس، عشان عارف في ناس كده ما بتركزش في دي. يبقى اللي عمل الاجلوتينيشن والانتي بوديز، انما اللي عمل الهيموليسيز للاوائل هو كومبليت، بيكمل ما بداه الانتي بودي، يكسر الار بي سيز. مش نقعد نحفظ اجلوتينيشن وهيموليسيز واحنا مش فاهمين، اول خطوه الانتي بودي يمسك الار بي سيز. اهو الانتي بودي يمسك الار بي سيز، وبعدين يجي الكومبليمنت تحت يفجرهم.
يبقى اللي عمل اجلوتينيشن انتي بوديز اللي فجر ال فيطلع ثلاث حاجات من ار بي سيز. حب النظام قوي. هيطلع هيستامين ناقص اي هنا يعمل فازو دايلتيشن وبالتالي دروب في الارتيريا بلاد بريشر وبالتالي شوك نحط الاي. يبقى الهستامين هيعمل فازو دايلتيشن و شوك. كل الخلايا جواها ايه يا اولاد؟ بوتاسيوم. بره في صوديوم جوه الخلايا في بوتاسيوم. بيطلع البوتاسيوم هيلخبط ضربات القلب هيعمل اريثميا. اريثميا يعني الهارت ريثميك يعني في ايقاع رتم حتى يسموه ريثم ان الهارت هيصبح غير منتظم اريثميا. اكتر اينخ شاه للقلب هو البوتاسيوم. ثالث واهم حاجه هتطلع الهيموجلوبين يا اولاد. الهيموجلوبين ليه ثلاث تاثيرات. هيروح الليفر يتحول لبيليروبين قلناها الى صبغه صفراويه هتزيد في الدم تدي جوندس صفراء. طب الهيموجلوبين وين فري هيخلي لزوجه الدم ايه اكتر. الاوزموتيك بريشر بتاع البلاد هيزيد فيشفط ميه من الاكسسوار فلويد حجم الدم يزيد. الاثنين دول بقى دم لزج وحجمه كبير. ايه رايك مين اللي بيزق الدم اللزج ده واللي حجمه كبير؟ الهارت. يبقى تنتهي بهارت فيلر بس ده مش هيموت. اخر واحده ودي سؤال مهم جدا. الهيموجلوبين وين فري وهو في التيبيولز بتاعت الكيدني بيتفاعل مع اليورين الحامضي يدي كلاكيع كده بني اسمها اسيد هيماتين. شفتوها في المعمل لما كنتوا بتحطوا على الهيموجلوبين HCl كان بيدي حاجه لونها بني اسمها اسيد هيماتين. ده بقى هيبقى موجود جوه الانابيب بتاعت الكليه يسدها يعمل لك رينال فيلير تقف الكليه. وفي سؤال داخل سؤال افتح ودنك لما اقول لك what is the cause of death in incompatible blood transfusion. تقرا السؤال رينال فيلير. الانسان اللي له دم غلط بيموت من فشل كلوي وعليه لو المدينه دي او القريه دي ما فيهاش جهاز غسيل كلوي يبقى العنده مات. الكوز اوف ديث از رينال فيلير. كده انا خلصت بس هقول تاني الكومبليكيشن في عجاله وابقى فرخت من البلط. يبقى تاني بس جاوبناها. انا عارف في معظم جامعاتكم بيهتموا بالحاجه اللي ما بنهتمش بيها هنا خالص التي لا يجب ان تحدث هنا الانكومباتبل بلود ترانسفيوجن اللي هي لو واحد ما عملش كروس ماتشنج. ازاي عملت كروس ماتشنج بره الجسم وما حصلش حاجه قوم يحصل جوه؟ يبقى معناها كروس ماتشنج ما اتعملتش. غيبه الضمائر وعلى الباغي تدور الدوائر. مش هقولها اكتر من كده. لما تشتغل في بنك دم بدي اروح ناس يا اخي اوعى تبعت كيس لمجرد مكتوب عليه بلاد جروب ايه والعان ايه يبقى ده يوافق ده. اعمل كروس ماتشنج يمكن في سب جروب انكومباتبيلتي يبقى لارج فوليوم ترانسفيوجن ار اتش انكومباتبيلتي. تاني الاجابه النموذجيه في دقيقه ونقفل. كومبليكيشنز يا دونر يا ريسيبيان. الدونر حاجتين. ريسيبيان تحب النظام قوي اربعه. الدونر ادى كميات متكرره يجي له انيميا عشان كده قلنا كل شهرين كميه كبيره يجي له شوك. ريسيبيانت اربعه اخرهم الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن اللي ما يصحش نشرح انفكتيف. انا بخاف لما يتنقل لي دم اللي يجي لي مرض. وقول امثله ايدز هيباتايتس ملاريا ميكانيكال حاجه ميكانيكيه يعني بعد ما خلص الدم خد هواء الامبوليز عاوز 200 سم على الاقل عشان تتقطع. ومفيش الكلام ده مع الاكياس اللي هي البلاستيك تقفل لوحدها او دي سلوجمنت اوف ثرومبس اتخلعت ثرومبس دم داخل بالدفاع خلع ثرومبس ونقلها من ليس امبورتنت فيسل اند اوبستراكت مور امبورتنت فيسل. بعدين نيجي فيزيكال حاجتين غيرت الفيزيكس نقلت دم اكتر من اللي انا عاوزه يبقى هيحصل هارت فيلر. هارت ورك هيزيد ممكن يحصل هارت فيلر. اشهر كومبليكيشن ما يعرفهاش الزملاء الرجي حساسيه مش للدم من الاضافات المضافه الى كيس الدم في 3% العيان هيسخن ويرتعش فيفر رايجو. تعرف ازاي ان دي فيزيكال مش انكومباتبل علمتها لكم ليه كنتوا ما تقولهالهمش؟ شوف يورين سامبل حتى العيان في العمليه مش هيعرف يتبول والعيان لقيته سخن حط قسطره في المثانه وهات عين البول. البول رايق يبقى دي فيزيكال كومبليكيشن مجرد وقف الدم وخلاص. البول فيه دم يبقى ده incompatible transfusion. طب الincompatible
نمرة 4 والأخيرة infective نمرة 1 ميكانيكال نمرة 2 فيزيكال نمرة 3 incompatible نمرة 4 التي لا يصح أن تحدث. هتمر بمرحلتين أحب النظام قوي. الأول الأجلوتينين الأنتي بادي هيتفاعل مع الأنشين في الأر بي سي يعمل لها أجلوتينيشن. في حالة الـ ABO أنهي أنتي باديز بلاجع إيمينوجلوبولينز إم اللي هو بنتامير اللي يمسك كام 10 يبقى ده منظر بتاع ABO incompatibility. انما لو لقيت اتنين بس ماسكين في بعض يبقى ده ار اتش انكومبتابيلتي ميونوجلوبين جي اللي هو مونومير بيمسك اتنين وعليه سؤال في الام اس كيو مين اخطر الاي بي او انكومبتابيلتي اخطر من الار اتش انكومبتابيلتي هتعمل ايه دي هتسد الفيسل تدي بين في الباك في جوينتس في الهارت يجي كومبلمنت بقى يكمل مبادئه الانتي بودي كومبلمنت بيكمبليت عشان كده سموه كومبلمنت يكسر الار بي سي اللي ماسكه ببعض هيطلع منها تلات حاجات يبقى الهيموليسيس بالكومبلمنت الاوائل الاجلوتينيشن بالانتي بوديز يطلع هيستامين يعمل فازو دايليتيشن دروب في الارتيريال بلاد بريشر شوك يطلع اي خليه فيها بوتاسيوم تلخبط ضربات القلب اريثميا وبعدين هيموجلوبين دي اهم حاجه اتكلم عليها ثلاث احتمالات يبقى النمره 3 فيها 3 يبقى طلع هيستامين وبوتاسيوم وهيموجلوبين بحب النظام قوي الهيموجلوبين 3 يروح للليفر يتحول لبيليروبين يدي جوندس بيليروبين يعني بايل اصفر روبين يعني ذهب البايل الذهبي يدي لون ذهبي اللي هو الجوندس مرض الصفر الهيموجلوبين ازاي هيزود الكارداكورك الاوائل بطريقتين هيزود الفيسكوستي الهيموجلوبين وين فري هيبقى الدم اكثر لزوجه هيزود الاوزموتيك بريشر بتاع البلد فيسحب دم من الاكسوسير فلويد فحجم الدم يزيد يبقى زاد حجم الدم وده يزود الورك بتاع الهارت وزاد لزوجه الدم وده يزود الورك بتاع الهارت هيحصل هارت فيلر بس مش هيموت امال ايه اللي هيموت ان الهيموجلوبين في التيبيولز بتاعت الكيدني هيدي اسيد ماتين هيبلوك الرينال تيبيولز هيدي رينال فيلير وده الكوز اوف ديث تم بحمد الله البلد يبقى فرغنا يا اولاد من انترودكشن نيرف سكيليتال ماسل اوتونوميك وبلد اللي هي الاجزاء الاساسيه في الترم الاولاني وهنكمل بعد كده عندنا سموث ماسل وحاجات اخرى يعني أنا بشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله Good luck يا شباب